السلام عليكم، أهلا فيكم في بودكاست سوالف ستة. أنا أحمد. أنا علي. يلا نبدأ. طيب، كبداية اتفقنا معاهم الأسبوع اللي راح أن نبدأ على الأسئلة، نشوف الأسئلة اللي انسألت في البودكاست اللي راح، بودكاست خمسة. أي شخص راح يسألنا قدام لازم تحط في نفس السؤال في نفس الكومنت حقك اسمي أو اسم علي وتقول سؤالك. ما راح تحط اسمي ولا اسم علي، ما نعرف موجه حق أي شخص، ما راح نقول السؤال. فنبدأ كأول سؤال، هذا أول سؤال مش مكتوب اسم أي شخص. طيب، السؤال الثاني الموجود من حسان. أوكي، أحمد، إيش أفضل جهاز من الآيفونات من الجدد كلهم؟ لكن الجهاز اللي راح يبيع بالنسبة لي 12 العادي. يعني أنا تفاجأت الحين، ترى بوين 2 تقريبا حجم الشاشة أصغر من الإيت بلس. يعني حتى الإيت بلس الأشخاص اللي يسون المني ترى حجم الشاشة كبير، شاشة صغير، مش بوين 2 قريب له. يعني ف12 العادي، 12 العادي هو أفضل جهاز. طيب، علي نفس الشخص سأل، قال علي من أفضل بلاي ستيشن أو إكس بوكس، منو أفضل؟ أوكي، سؤال صاحب هذا، يعني ما في منو الأفضل، أنت وين صدقانك فيه، وين الحصريات اللي أنت تبيها وراح لها. كقوة الإكس بوكس أقوى، بس حتى الآن ما شفنا شيء كبير منه. الألعاب اللي هي المولتي بلاتفورم على أجهزة كثيرة راس براس مع الاكس بوكس، مع البلاي ستيشن اكس بوكس راس براس، ولا البلاي ستيشن احسن من؟ اوكي، الحين هذا لعبتين البلاي ستيشن احسن من او انهم راس براس؟ فاكثر الاشخاص الحين اللي يشترون يشوفون الشباب اللي يلعبون معاهم والشباب عشان تلعب اونلاين. يعني وبس. طيب، اما يعني القفزه الكبيره هذا الصج اللي خلت الاكس بوكس ما عندها شيء، الكنترولر الاضرب بقوه. طيب اوكي، السؤال الثاني من اخوي محمد حمداني، علي صحيح الكلام ان 4K في الجيل، في هذا الجيل بشكل عام غير حقيقي وهو أبسكيل؟ لا، الجيل اللي راح 4K اللي كان موجود في الاكس بوكس اكس كان في العاب كثيره كانت مو بديناميك، كان 4K. هذا الاكس بوكس 1 اكس، لانه كانوا يستخدمون لور تكستشر وغيره مقارنه بهالجيل. هذا الجيل هذا الحين بيصير يعني مور ديناميك، يصير 4K يرقى وينزل على حسب السين اللي انت فيه، على حسب اللي يصير عشان لا يضرب الجهاز. بس ال 4K اللي بيجي حاليا ما هو باب سكيل، يا ان لوك ولا دايناميك. اوكي، طيب اخوي 4K ميوزك، معنا الاكس بوكس بلاي ستيشن احتمال كبير تحط شيء زي الدي ال اس اس اللي هو الانتليجنت اب سكيل، الاي اي اب سكيل الموجود على انفيديا لما AMD تنزل الـ DLSS مالها الجديد. كـ overall السؤال، الجيل هذا حالياً 4K ولا 4K Dynamic؟ ما في upscale. أوكي، بس. طيب، أخوي 4K Music، السلام عليكم، السؤال لأحمد، ما نصيحتك لمستخدمي الايفون 10S اللي إمكانياتهم المادية ما تسمح يحدون كل سنة؟ هل حان الوقت لترقية 12 برو 12 برو ماكس ويجلس معهم درسوات، أم ينتظرون الايفون 13 بيكون يسوى الترقية؟ سؤالك أصلا هو الجهاز مصنوع مش لحق الأشخاص اللي حطون كل سنتين أو كل سنة، هذا غلط. هذا الشخص اللي يسوي كذا بس يبي يشتري جهاز جديد، لكن الجهاز مصنوع إنه يجلس معك 3 سنوات إلى 4 سنوات قدام، وهو الجهاز مصنوع معك كذا. بالكثير غير البطارية. إيه، إذا جهازك إلى الآن ايفون 10S، لا ما نصحك تروح حق ايفون 12 إلا إذا كنت في ميزة تبيها، جهازك شغال ما في شيء أنت تصور فيه، ما في شيء تحس إنك 12 تحتاجه فيه، خلاص خلك عليه، مش لازم تنتظر له. حتى لو السنة القادمة نزل ايفون 13 وجلس على ايفون 10S شغال ويعطيك كل التلبيات حقتك، خلاص ما يحتاج تغير وقت ما أنت تحتاج تغير الجهاز. ما في جهاز الآن في السنوات هذه لازم تشتري كل سنة، لا، جهازك يشتري معاك إلين ما يوقف الدعم حقك بعدين يغير. فبالآيفون 10S أعطيك سنتين إذا 3 سنوات قدام علشان يوقف الدعم. طيب، السؤال الثاني لعلي، أكثر هاتف من أندرويد تنصح
به كجهاز ثانوي لمستخدم الايفون يكون سعره تحت 600 600 دولار. جالكسي اف اي ما ادري اف فان اديشن ليش انا جواب اوكي لا لا اوكي تحت 600 الاورو جي فون على 800 وشو على 900 تحت 600 علي تلقاه بخصومات ما حد يشتري اوكي بس هو يقول لك جهاز ثانوي اي عادي هذا قوي وثانوي تقدر تاخذه ثانوي مو لازم تستخدم قوي لانك مال جيمنج و طيب بس انت اوكي ثانوي اوكي يعني ثانوي اقل يكون مثلا تبي يعني اقل سبيكس لا عشان حق ال 600 يعني ليش لا لا يجون عليه خصومات طيب اذا ما حصل خصومات عادي الجيل اللي بينزل القديم ينزل سعره خلاص او هذا مثل ما قلت كلام. مثل ما قلت اللي هي النوت اف اي نوت اف اي ممتاز لانه معالج ممتاز يعني النوت اف اي النوت 20 العادي هو النوت اف اي اسمه نوت 20 اف اي جالكسي اس نوت 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 اف اي يعني في قلم ده في قلم اوكي السنه راح تنزلوا اثنين نزلوا الاس 20 اف اي ونزلوا الاس 10 اف اي ونزلوا النوت 10 اف اي بس على حسب انت الدوله انت اللي فيها على طيب حسب بس هو متى نزل الحين الاف اي الاف اي هذا نزل من قبل سبتمبر شهرين كذا والنوت شهر. نزل من قبل 3 شهور اذا ما يبون يبرون النوت ذيلي ما الحين النوت نوت 20 العادي تعرف انه غالي واجد بس الحين بلاستيك اي بلاستيك والاف اي شنو الاف اي بلاستيك الحين بس تلقاه عليه عروض ما حد يشتري كل شيء فتقدر تروح تشتري على 600 على 600 دولار طيب اوكي السؤال برضو الرابع من اي سؤال كم وصلنا لكن اخوي ستريك يقول معالجات ابل جديده للماك هل راح تكون مثل الايفون ما في فرق اذا خذيت اير ما اذا خذيت اير بدل برو وتعتقد تصاميم ماك بالعالم بالعام القادم بتكون مختلفه كلين او فوق تقليل حواف مثل الايفون اوكي معالجات الماك هل راح تكون مثل الايفون ما في فرق اذا خذيت الاير بدل برو الايفون ما في اير ما فهمت كلامك لكن ما فهمت كلامك لكن الاير في اللابتوبات نفس البرو صح لكن البرو في مراوح اقوى او مش مراوح في مروحة برد على الجهاز لكن الاير اذا استخدمت بتسوي الاخراج ولا شيء بس في 5 دقائق 6 دقائق قبل ما يحمل الجهاز عندك يعني او في 10 دقائق بتسوي 4K او شيء اوكي لكن انك بتشتغل كثير لازم تاخذ جهاز في مروحة هذا الفرق لكن تعتقد تصميم الماك بالعام القادم بتكون مختلفة كلياً أنا أتوقع أن العام القادم أو العام أو اللي بعده يعني السنة إلى سنتين راح تتغير أشكال الماك بيتغيرون بقوة يعني قريب خلال كم من سنة يصير جيل كامل جديد طيب 16 وهل بيكون في أحجام مختلفة للآيباد والله سؤالك يعني غادم بتكون مختلفة كلياً أوكي فقط تقليل حواف مثل ال 16 انش وهل بيكون في احجام مختلفه للايباد كم سؤال ندخل سؤال ما فاهم الايباد برو الى الان ما في اخبار ان ال 11 و 12.9 ما اتوقع في يختلفون يمكن في المستقبل ما ادري طيب علي تتوقع ان يصير تنافس بالجهاز سويتش برو ينافس سوني 5 الاكس بوكس لا والله ما فهمت السؤال لا ال البرو لأن في الحين إشاعات البرو يقولون لك بيحطون شاشة 4K ميني ليد فيها آخر إشاعة بس حتى لو يحطون شاشة 4K ما أتوقع الجهاز يقدر يشغل شاشة 4K أوكي طيب في مش سؤال ده بس تعليق لك أتوقع هو شخص اسمه يوسف يقول لك بالنسبة للنوتش بتكلم عن الايفون 12 أنت إنه في ببجي ان تقدر تدخل يقول لك الاعدادات في ببجي وتغير نسبه الشاشه للنوتش وتنفصل اسماء التيم اتوقع ان تتكلم انك في الاعدادات تقدر تحرك الكنترول بس ما دريت عن هذا يقول لك انك تقدر تغير يعني ما يحتاج اوكي طيب السؤال هذا ما في في اشخاص سالوا هنا ما حطوا السؤال الاسم في شخص اخر واحد هنا العنزي يقول لك علي هل تشتغل 120 فريم على التلفاز لا يدعم مثل لا يدعم منفذ ال HDMI 2.1 يعني اجهزه الكونسول اوكي
اي بس لازم ما تقدر تشغله لك. طبعا بلاي ستيشن 4 ما يدعم كواد، 5 ما يدعم كواد، ما تقدر تشغله 4K ولا تقدر تشغله كواد. حاليا يقولون احتمال انه ينزلون تحديث يحطون الكواد، او حتى يعني 8K ما بيقدر يشغل 120، فلازم تحطه يعني 1080، تدخل الاعدادات وتحول الريزولوشن من اوتو وتنزل 1080 وخلاص، بالحاله يحول 120. وال 4K 4K لازم يصير عندك اتش دي ماي 2.1 عشان تشغل 120، بس تحت ال 4K عادي، تحت الكواد عادي. اوكي طيب، تقريبا هذه الاسئله. فاي شخص عنده سؤال يحط اسمي او اسم علي، السؤال الموجه حق اي شخص، واذا في اكثر من سؤال تنزل مسافه. اوكي انزل سطر. نبدا، ايش عندك الاسبوع هذا الحين؟ لي الحين 6 ايام وانا قاعد العبه، 6 ايام اذا ما تحسب اليوم، الحين عندنا الساعه 2، بس لي 6 ايام وانا قاعد استخدم الجهاز. خطير. اول شيء سايلنت، يعني انا جالس محطوط حرفيا عند رجلي، بالكاد اسمع صوت المروحه، اذا كنت انا بزاويه اسمع صوت زين، بس اصير سنتر مع المدخل ما اسمع صوت هوا، بسبت ان ما ادري الصوت كده. انا عندي سؤال بس اني لا تتوقعوا انه جدي الكلام اللي قلت لي اللي بقول لكم، لكن توقع هذه ميزه ولا مش ميزه؟ وش انه سايلنت الصوت ميزه؟ هذا هم انت مستانس فيها يعني افضل، ولا صار صوت المروحه عالي يكون افضل؟ صوت المروحه العالي مزعج لمده طويله، بس انا عادي اقدر انت بالنسبه لك مش هو الافضل؟ افضل انه سايلنت. صحيح، بس ليش اذا جيت في الاجهزه الماك وذيل اللي قلت لك الارم وذيل انه بدون صوت، ولا في مروحه لا انت تبي صوت اعلى مروحه اكثر؟ ما فهمت انا الحين. انت جاوبت مع انا هذول مزعجين اللي عند مثلا البلاي ستيشن 4، بس هذا ميزه انت بالنسبه لي، هي مش ميزه عندي بس. البلاي ستيشن 4 مزعج، مو بصوت عالي، مزعج صوته. في فرق ما بين في صوت مروحه وفي فرق ما بين صوت ماكينه. طيب ما عليه، انت تستانس زين، انت تستانس ان في اشياء تبريد كثير ازيد؟ ايه عادي. زين ذا الشيء تتوقع تجلس الشركات تحط ذا الشيء، ولا تحل المشكله عندنا مشكله الحراره تحلها افضل؟ واذا حلت مشكله الحراره هل تتوقع في اشخاص يجون ليش ما في صوت مروحه؟ عشان يبون يبون لا لا لا، في يجي لك ناس يقول لك التمبرتشر عاليه والمروحه خلاص. لا خلصنا من ذا الشيء، اوكي حلينا ذا الشيء وما في حراره. وفي فرق، في فرق ما بين تحل مشكله المروحه وفي فرق ما بينك تغير الارتكتشر كلها والالعاب الاجهزه القديمه ما تقدر تستخدمهم وفوضى. يعني في فرق ما بين انك ما خلينا من الموضوع ده، خلينا من الموضوع ده. انا اكلمك الحين، عندي جهاز صوت المروحه طافي فيه، ما تسمع المروحه، وفي مروحه بس ما تسمع المروحه، ما براضي ترتفع يعني اوتوماتيك المروحه، بس ما براضي ترتفع للاداء اللي هي اوتوماتيك، فالجهاز ما احتر وما ارتفعت المروحه عالي، ما تطلبت الجهاز، ما 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 الجهاز ما طلب من المروحه ترتفع كثير عشان تبرد انها بارد الحين. اوكي فانت تتوقع انك تبي زياده مروحه ثانيه او اذا بردت زياده ولا عطاني اي اداء زياده، ما في فرق يعني تبريد زياده ليش؟ اذا ما في فايده من التبريد الزياده والازعاج. انا عنك الحين في مروحه، عرفت شلون؟ الحين اشتغلت وحركت الجهاز وصلت مثلا 50% من طاقتها، باقي 50% ثانيه اوكي وقاعد تشتغل. انت الحين في ذا الوقت تتطلب انت تقول لا في سلبيه في الجهاز احط مروحه ثانيه برضو لازم؟ لا مازال في يعني في لين وين يعني تقدر في قوه زياده والمروحه ما رضت تعطي، والمروحه ما بعد عادي الي ما طبعا توصل للثرمال ثراتل والمروحه ما تقدر تشتغل، ذيك سالفه ثانيه. لا هذه المروحه خربانه، انت تقول المروحه ما رضت تشتغل. اذا الجهاز هذا طبيعي، هذا في مكان سيف، في حد سيف، مكان سيف والبرفورمانس مالتك ما بضايعه، اوكي عادي المروحه خليها شغاله على خفيف. واذا كان ما بحر واجد ما يحرق ولا شيء، خاصه اذا صار لابتوب مثلا. اذا وصل درجه حرارته عاليه جدا وقام يسوي ثرمال ثراتل، المفروض المروحه تشتغل فل. اي عارف، انا عارف بس خلصنا من الشيء. بس انا الاشياء اللي تجي في بالي انه لا لازم مروحتين، لازم ثلاث مراوح، انا ابي اوفر كيل في المراوح. طيب المروحه اللي مش اللي موجوده الحين ما اعطتك ادائها كامل، لا بس ابي اي هذا عادي مثل ما قلت انت. اوكي اوكي طبعا هي المروحه واحده تسحب من الجهتين، والفنز الفتحات هذول الشبك كبار، فما اتوقع تزعج واجد حلو تسحب واجد. البلاي ستيشن الحين عندك ثلاث شغلات تحدث فيها، المروحه تتحدث بحالها لكل لعبه،
يعني يسوون بروفايل حق كل لعبه، وبيسوون بعد حركه لكل ليفل، يعني مثلا يقول لك ليفل هذا الليفل معين بيرفع المروحه، فهمت هذا شلون؟ من المبرمج نفسه حق من اللعبة. سوني، يعني من سوني نفسه يقول لك هذا مثلا، يقول لك الليفل معين بيسوي كذا للمروحه فترفع حراره، فنحتاج نشغل المروحه واجد، فهم نفسهم ينزلون تحديث عشان يخلونها تبرد زياده بصوت اقل، يحاولون يوزنونها. وعندك اللي هي تحديث حق السيستم العادي، عندك التحديث حق التطبيقات العادي، وعندك التحديث للكنترولر، الكنترولر لها تحديث وتعرف تشبكها بالكيبل وتحدثها. اوكي طيب طيب هذا يعني التحديثات لها حرفيا مخلين الجهاز ماجبل واجد، يعني يبون هم فكرتهم يسوون هذه الحركه ويجمعون داتا، ترى حتى لو تخلي ليمت داتا لما تسوي سيت اب، في يقول لك تجمع داتا وفي ليمت داتا، يجمعون داتا من المروحه على حسب، بس عشان وين انت وين ساكن والمروحه كيف تشتغل، وهذه عشان يمكن يخلون تحديثات بعد حسب المناطق اللي انت فيها، هم يبون المروحه تصير سايلنت. وين ساكن ولا في اي غرفه انت؟ غرفتك فيها مكيف ولا شو لها شغل؟ ما تقدر يعني يجمعون المعلومات. الجهاز سايلنت كلش، في كويل واين اذا حطيت اذني عند البور سبلاي تحت، لان في مشاكل ناس الكويل واين صدق، يعني في بعضهم يهز جهاز من الكويل واين من البور سبلاي، بس انا عادي طبيعي. طبعا يطلع حراره، الجهاز يطلع حراره، يطلع حراره هواء خفيف، ويعرف بسبه انه يطلع حراره وعلى هواء خفيف الجهاز بردان. الحراره هذه كلها ورا في الهيت سينك هنا، نفس الشيب بسبة اللي هي الليكويد ميتال، الشيب باردة، الحرارة تروح بعيدة بعدين يوخر الحرارة على خفيف، ما يحتاج شغل. الحرارة منين طالعة؟ الحرارة بسبة ان لان الليكويد ميتال، فالحرارة تبتعد عن الشيب بسرعة. الحرارة جت من الغرفة ولا الحرارة لا من داخل الجهاز؟ من منين الشيب. الحرارة جاية؟ من الشيب. طيب بسبة ان في ليكويد ميتال فيبتعد، تبتعد الحراره بسرعه، تروح بعيد عن الجهاز ويبردها على خفيف عشان الشيب نفسه ما ترتفع حرارته. بس الحراره، بس الشيب مرتفع حرارته؟ لا، الحراره الهيت سينك بعيد عن الحراره عن الشيب. الحراره منين جايه؟ من الشيب، ما تعلق الحراره، تروح بسرعه. طيب بس الشيب مو بارد؟ الشيب بارد. الحراره منين جايه؟ من الشيب. والشب بارد؟ الشب بارد، الحرارة تبتعد عن الشب بسرعة. منين جات الحرارة؟ منين جات؟ من الشب. الشب بارد؟ ايه، ما بارد، ما بثرمال ثراتل، ما بمرتفع حرارة الواجد. اوكي تبتعد الحرارة، فكرة سوني انها توخر الحرارة بأسرع ما يمكن لورا الجهاز بعيد عن الشب بقوة، عشان لا تجمع الحرارة عند الشب وتحتاج تشغل المروحة بقوة. نفس يعني الأجهزة القديمة كان الهيت سينك والشيب على بعض. طيب بس الحرارة تطلع حرارة الشيب تروح بسرعة بعدها، لأن الهواء يمر على نفس الهيت سينك فوق فوق الشيب ويمر لورا ويسقع برا في الهيت سينك، فبرد يبرد الطريق كامل. أوكي. يبرد الطريق كامل، فهم بعد يبرد، يبرد البلاستيك جهة ثانية هناك يجي يطلع، ايش يبرد لك هناك؟ الهيت سينك هنا وهنا. الهيت سينكس عرفت اللي محطوطة الحين الهيت لحق شنو؟ يبرد وظيفته في الجهاز يبرد شنو؟ يبرد الشيب. الشيب بس انا يعني بتحطه هنا، بتحطه بيت الجيران، هو ميزته انه يبرد القطعه صح؟ اي ما لي شغل وين احطه، وين حاطه. الحراره اللي طلعت منين طالعه؟ من الشيب. خلاص كمل انزين، شو الاشياء الثانية؟ اوكي ف حرفيا من ورا في حراره تطلع خفيفه او حراره كثيره بس بهواء خفيف جدا. الباب حتى لو تشيل الباب شغال ما في حراره هنا، الحراره اغلبها ورا، ممكن مع خروج المراوح، ممكن خروج المراوح مع البور سبلاي وكل شيء، تقدر تشوف اللي هي الهيت سينك بزاويه من هنا. أوكي. طالع بس بزاويه الفنز كذا، والبور سبلاي طبعا هذه فتحات بور سبلاي لازم تحطونها، لان في فتحات هنا تحت حق تبريد البور سبلاي. اوكي فتحات لازم تحط الستاند جميع الوضعيات، او انه يعني لو بتحط على ظهره كذا او بتحط على الارض تاكد انه ما في مثلا يقول لك زري ولا شيء صاد اللي هي المخارج حق البورس بلاين، البورس بلاي ترفع حرارته. رفعته وشغال وحطيته على رجلي، البلط اللي فيه حرق رجلي. اي قلت لي ذاك اليوم اي البلط اللي فيه حرق رجلي كله بسبب البورس بلاي، مع ان بقيه الجهاز كلها بس هنا اللي تحت هذا اللي حار، بقيه الجهاز كلها بارده. السي دي، السي دي افتر ثوت بقوه هنا. اول شيء مزعج اكثر حتى من البلاي ستيشن 4. ليش مزعج؟ شنو؟ لانه محطوط برا
وحاطين الانسوليشن كله بالحالة برا، لانهم بين عليه افتر ثوت بقوه، كانوا شكلهم يفكرون انه ما في بيصير سيديوات على ما اذا نزل الجيل اللي هو الحالي او الجيل الجاي. فصوته عالي جدا، يعني اعلى من البلاي ستيشن 4 العادي مالي بشوي. طبعا هو بس تثبت وانك بس تحط اول مره عشان يقرا، عشان يتاكد ان هذا الكي، يعني ما يشتغل لو انت تثبيت ولا وانت تقرا ما يشتغل واجد. مشاكل اللي اخذت معه، جت لي مشكله غريبه اللي تطلع وتروح، يجي لي بس اشعار يقول لي something went wrong بدون كود بدون شيء، واللعبه شغاله تسوي لها انت سند حق لا لا بس محطوط اوكي ما في سند، تضغط اوكي وتحميل يحمل والنظام شغال واللعبه شغاله وكل شيء شغال، ما ادري شو المشكله. يقول لي بس something went wrong بدون اي، يعني ما في، ما ادري وش هالمشكله الغريبه. وعندي الدي ان اس على اي سي دي حطيت ولا كله؟ لا لا هذا النظام ده ما هو بالسي دي something went wrong بس النظام. اوكي ما له شغل، ما له دخل في السيديات ولا شيء، بس خلصت انت موضوع ان السي دي حطوه ما فكروا فيه الا بعد، خلصنا من ده. اوكي الحين في النظام من دخل. ما انتبهت لك انك دخل. اوكي بس something went wrong، اقول لك المشاكل عامه مشاكل. اوكي والدي ان اس اللي هو اللي هي يفصل النت بعد ما قويلت، ان هذه مشكله ناس كثيرين يعانون منها. الحل الوحيد انك تسوي ريستارت حق الجهاز مالك بس يفصل عليك النت. وسوني إلى الآن ما تكلمت، ما جابت أي خبر، ما جابت أي خبر ولا شيء. وعندهم هذا نزلوا تحديث، عندهم يقول لك تحديثات جاية حق البرفورمنس والباكس، بس ما يطلعون يقولون لك والله نتأسف على المشكلة المعينة إذا اخترب جهازك. ما عليه بس ما, ما 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 يطلعون يتكلم ما كذا. تتوقع إنه بيحلونها ولا بيحلونها؟ بيحلونها بتأكيد التحديث. أوكي. كلها بين عليك. هذا الشيء يخلي الناس عادي ما يشترون بلاي ستيشن. وما يحتاج يعني تشتري حاليا ما في إلا ديمون سولز هذا الوحيد الحصريه. واذا ما خبرني بعد لا انا اكلمك ان ساك بوي، لا اكلمك حتى في المستقبل لو ما حلوا هذه المشكله. يعني بلاي ستيشن انت كم مره يقطع عليك هذا؟ قطع علي يمكن 4-5 مرات. وكم مره لي يعني الحين لي الحين يومين ما صار في شيء. طيب انت اجل مشكله الشيرنج شنو؟ الستريمينج حق اليوتيوب، الستريمينج هذا ما بدي انا دي ان اس يفصل النت، هذا مشكلة ما أدري منها، ما أدري وش برضو مشكلة هذا اللي بس تقطع الصورة ويصير في صوت. طيب هذا مشكلة ثانية، loading time. loading time cold boot، طفي الجهاز فاصلة وشبكته وشغلته ورحت واستخدمت التايلز اللي هو الاكتيفيتي إذا نزلت من اللعبة تستخدم هذا طريقة، يعني بحاول أعود نفسي عشان تلعب بسرعة، انك تختار ليفل ولا لعب ولا مهمة وتروح لها على طول، ما تروح حق اللي هي الكونتينيو سكرين وذي. ضغطت عليه وشغلتها، هذا من الكولد بوت الين ما العب 52 ثانية طافي الجهاز كامل واشتغل. ويوم اشتغل اخذ له لف من سبايدر مان، اخذ له لف بسرعة كذا بالسي دي عشان يقرا الكي وكل هذا، ودخلت 52 ثانية. طبعا متاخرا اكثر من كم ثانيه ما طفيتها، يمكن ثانيه ولا ثانيتين اقل بعد. شيء خطير جدا معنا وهذا نزلوا تحديث طبعا من قبل كم يوم، والتحديث هذا صارت اللي هي اللودينج اسرع، هذا مع تعديل بعض المشاكل. في ناس يشتكون من الاكسترنال اس اس دي والاكسترنال هارد درايف، اذا شبكت وشبكته وطفيت حطيت راست مود يخترب الجهاز، لازم تسوي له فورمات. سبايدر مان بعد اذا حطيتها راست مود وسبايدر مان شغاله تحتاج تفرمته، جربت مان كلهم ذيلي جهازي ما في شيء، ما يقول شغله. حلو ممتاز. يعني في ناس كثيرين يشتغلون النظام كويس، يعني الاعدادات وذيلي، بس نفس الواجهه ما بعجبتني انا الى الان اتعود عليها عادي، بس الاكتيفيتيز اذا نزلت من تحت لعبه واخترت مهمه مثل ما قلت انا من قبل خطيره جدا، سريعة جدا، ما تحتاج تشوف اللي هي السبلاش سكرينز، تعرف اللي هي المحرك والمطورين وهذولي، ما تحتاج تشوفهم، ما تحتاج تدخل ويقول لك كونتينيو بعدين تختار اللي هي السيف فايل مالك وتخلي لود على طول، تروح له على طول دايركت، سريع جدا سريع جدا. الالعاب اللي لعبتهم انا لعبت، حاولت جلست احمل العاب كثيره، حاولت يعني العب اللي هي اللايبراري اللي عندي كلها، عندي تقريبا 292 لعبه نزلتها، حاولت يعني احمل الالعاب اللي العبها كثير، يعني حاولت جلست يمكن 3 ايام انا احمل وامسح العاب، وطبعا خليتهم كلهم في الاس اس دي عشان اجرب السرعه اللي ذيلي. اغلب الاجهزه يعني لودينج خطيره جدا سريع،
فاينل فانتسي 14، لا فاينل فانتسي 11 قصدي. اللودينج سكرين ما في البلاي ستيشن مالي قريب الخمس دقائق، هنا قريب الدقيقه. حلو، خطير جدا. الالعاب اللي لعبتهم طبعا اغلبهم مثلا فاينل فانتسي تستخدم البروفايل حق البلاي ستيشن 4 برو، بعضهم يستخدم البروفايل حق البلاي ستيشن 5، واغلبهم مثل ما تكلمنا من قبل ما تاخذ اللي هي انت يعني قوه زياده الا اذا كانت انلوك فريم ريت، او ان الفريم ريت في الاجهزه في البلاي ستيشن 4 و 4 برو ما تقدر تثبته، او ان الريزولوشن دايناميك. اوكي، في الاكس بوكس، الاكس بوكس بعض المحركات وبعض الالعاب يسوي لهم فورس عشان يخلي انلوك فريم ريت، اذا المحرك او اللعبه ما فيها انلوك فريم ريت النظام نفسه يخليها فيها انلوك فريم ريت. بلاي ستيشن ما عندها الحركات. ما عندي اي مشاكل مع الالعاب اللي عندي، كلهم يعني يتحملون يشتغلون، ما عدا اللي هي اساسن كريد سندكت. اساسن كريد سندكت فيها تكستشر باج، وانت تلعب كل اللي هي كل التكستشر تختفي وتطلع، تختفي وتطلع، تختفي وتطلع. معروف هذه المشكله، اللي هذا اللعبه الوحيده اللي عندي فيها مشكله، وده ما يمنع سوني يمكن تنزل تحديث حق النظام وتتعدل، يعني اذا صارت المشكله دي موجوده في العاب ثانيه، او ان اللعبه نفسها نفس يعني المشكله يمكن من نفس اللعبه، او ان المشكله من نفس يمكن نقول لك ان في العاب فيها نفس المشكله وسوني تعدلها من النظام، او ان المشكله من اللعبه نفسها وذيك يوبي سوفت تنزل لها تحديث. هذا اللي استخدامي انا عامه. التريجرز هذا الكنترولز خطيره جدا، الماسكه عندي يعني مريحه جدا، يعني اريح منها من البلاي ستيشن 4 كنترولر. البلاي ستيشن 4 كنترولر يعني كبيره بس على الفاضي، طويله صايره اللي لماها شوي مع بعض. الماسكه عندي مقارنه بهذه يعني تذكرني بمسكه الاكس بوكس مثل ما يقولون، بس اول ما مسكته من كثر ما تذكرني الاكس بوكس، مسكه الاكس بوكس كنترولر، كنت ابي ادور الستيكس هنا مكان الدي بود، كان لازم ابي ادور الستيك هنا. كل ما اسوي كذا بعدين تعودت عليه، قمت استخدمها كذا حسب اني امسك اكس بوكس. وفيها هذه بسبب ان الفايب الاكشويترز الفويس اكشويترز الهزاز اذا ضربتها كذا في هزاز سبرنت، تحس تحس انه في إيه لأن سرير قديم، لأن الميكانيكال داخل موجود. إيه لا لا هو لأن فيهم في زي السبوفر داخل، إيه موجود داخل بس يظل. طبعا هذه يعني قامت تتقارن بهذه، يعني ممتازة جدا، صارت مريحة للماسكة، تقدر تجربهم. جرب مسكتهم لا جربتهم ثنتين مسكتهم ذيك مسكتهم أقرب شوي فيعني صارت يعني مريحة واجد. الحبات هنا اللي فوق هذه اتوقع قريبة حق هذه مرة ولا لا لا هذه قريبة منها، بس هذه خطيرة جدا في الماسكة ما حد ينكر، مريحة جدا. الحبات مو بهالدرجة بس الراحة مريحة جدا. كشركة ما حرفيا ما تبيع كثار منهم اللي هي النينتندو والبرو كنترولر، مرهم البرو كنترولر مالتهم الماسكة خطيرة خطيرة. هذه حقة نينتندو طبعا، البرو كنترولر مالت نينتندو. الحبات هنا اللي هي الاوبشنز والكرييت اللي خلوها الشير خلوها كرييت، صارت افضل بسبب ان هذولي صعبة تضغطهم لانهم داخلين ومشي ما لهم صوت. هنا فلات المكان اصلا يهمهم، اما هنا رفعوهم خلوه هنا فلات في الفور، فلات في الفور شبه فلات. انا اتكلم هنا دي دائرة وفي نزلة، هنا الحين صار متساوي ما في الكيرف. لا ما بعلى بس الكيرف، الحبة نفسها صعب تضغطها. لا ليش؟ لانك انت تحط ايد هي شفت هي ما بكليكي وفلاش بعد مع متساوي مع مع المنطقة. اوكي اما هنا حتى تسمع صوتها بعد، تقدر تضغط هذا الكرييت اللي صار الشير صار كرييت وبس. يعني خطيره الكنترولر اوفرول، يعني الماسكه وكل شيء. تريجرز ممتازين جدا، و اي احد يشتري بلاي ستيشن اول شيء يلعب استرو بلاي روم، هذا اللي لعبناه خطيره، يعني تعلمك عن الموجود المواصفات الموجوده في الكنترولر نفسه، خطيره جدا. اللي اكتشفته انك بتقول انا لازم انزل العب، انا بسبب انه ما في صوت هذولي وغريب الماسكه ما قلت لازم العب فايتنج جيم، حملت اللي هي مورتال كومبات. عندنا اثنين كنترولرز منهم في اختلاف، في اختلاف خفيف ما بين الضغط، وما هو ما هو ممتاز، في اختلاف ترى ما ادري ليش، ولا ما هو ممتاز للفايتنج جيمز الستيكس هذولي. عندي هذا افضل،
أثبت. هذا طالب بارزين أكثر. بارزين أكثر وأثبت حق الفايتنج جيمز. إذا بتلعب مورتال كومبات ولا تيكن ممتازين جدا. البلاي ستيشن 4 أفضل عندي. أما في البقية هنا رأيك أنت يعني؟ يعني رأيي أنا. أما الباقيين هنا ما يضغط واجد, ما في فيدباك كثير. هذه الكنترول اللي هو الدي باد نفسه كامل لازم كلهم تنضغط ينضغطون. ما بحلو للفايتنج جيمز عامة يعني. اوفرول كنترول خطيره طبعا. سي اس بي سي خطيره. اس بي سي بس اللي هي العصيان. اوكي وتكلمت ما بعصيان اللي ستكس. اذا التراك باد فيه زوم موجود موجود حتى المالتي تاسكينج هنا موجود. مالتي تاتش اي موجود هناك. ديك اليوم بالخريطه يوم ايه؟ فاتح شلون قلت لي اوه هنا موجود. ما لا لا قلت اقول لك ما دريت ان هذه موجوده في الخريطه. اه اساسين كريد رحت هناك موجوده. انا ادري ان استخدم اسوي كذا انا بالخريطه ايه بس ما دريت عن اللي هي زوم. طلع زوم موجوده حتى هنا. اه اوكي تسوي كذا تزوم تسوي كذا وتطلع. بس يعني اوفرول خطيره جدا. تريجرز خطيرين طبعا. التريجرز موجودين في كولد ديوتي كولد وور. ما بعد يعني ما بعد العاب كول ديوتي كولد وور موجوده. يعني لكل سلاح آه. لها بروفايل خاصه آه. بها آه. ولها صوت واهتزاز خاصه بها وعلى حسب اطلاق النار كيف انه يرد بقوه اللي هي التريجر ويرد بطيء على حسب السلاح. كل سلاح مسوين له يعني مسوي له بروفايل خاصه بها في الكنترولر. اوكي يعني بس هذا الحين تكلم عن استخدامي انا. تخلصت اساسن كريد. اساسن كريد ما في لها بفورمانس مود ولا شيء كذا. مود واحد 60 فريم 4K دايناميك ما تقدر تغير فيه حق البلاي ستيشن 4 والاكس بوكس. ممتاز يعني خطير. الجرو ديستنس في مشاكل اللعبة تحتاج الجرو ديستنس اذا كنت تسوي سنكرونيزيشن حق مكان في الخريطة. باجز كثار. سكرين تيرينج لأن ما في الحين variable refresh rate. بلاي ستيشن ما حطت. طلعت بلاي ستيشن أمس تكلمت إنه بيجي التحديث. أوكي. VRR إكس بوكس موجود في VRR. فالVRR بيشيل سكرين تيرينج. من اللعبة متروس سكرين تيرينج. أوكي. المشكلة اللي هي اللعبة مشكلة منها إن الكونسولز من سنين كانوا عندها اللي هي VRR built in. يعني المطورين نفسهم يوزون اللعبة عشان ما يجي لك سكرين تيرينج. طيب في اشياء ثانيه بلاي ستيشن ولا خلاص يعني بس هذا الاوفرول الاستخدام مالي. الحين نروح مثلا نقول لك نروح للنوز اللي صار. في ناس شروا بلاي ستيشن 4 ديجيتال اديشن وجلهم بلاي ستيشن ديسك اديشن. ممتاز هذا حظهم. اي حظهم ما حد يرد عادي. هذا هنا في امريكا يعني في كندا اللي سمعت واحد في كندا واحد في امريكا. في كم من واحد حول العالم ما هو بكثار. الاكس بوكس البلاي ستيشن بعضهم يقول لك السي دي ما يشتغل كلش. قاموا يطلعون ناس ما يشتغلون السي دي مالهم. الاكس بوكس السي دي مالهم يطق. طيب. في صوت كليك قوي وفوضى. بعض الاشخاص يعني يتكلمون يقولون اي بعض الاشخاص. في بعضهم يعني صوحته صوروها درت فايف توا اللي هي شنو درت فايف لعبة سيارات. توها الديجيتال باندري سوت فيديو عن اللي هي مقارنة ما بين السيريز اكس سيريز اس وبلاي ستيشن 5. بلاي ستيشن 5 جميع المودز طبعا الاكس بوكس اكس سيريز اكس والبلاي ستيشن 5 كلهم يعني راس براس ما عدا في الفريم ريت مود. في الفريم ريت مود يسوي لك الله كل 120 فريم. هذا في الاكس بوكس في حتى بلاي ستيشن. اوكي سوي الله كل 120 فريم خلون الكاب 120 فريم بس ينزل لك الديتيلز كلها الشادو ديتيلز يعني معروف هذا على حسب المودز انت يعني الشادو ديتيلز اللي هي الجراس كل شيء. بس في البلاي ستيشن حرفيا يقول لك الجراس ديتيلز والشادو ديتيلز والاوفرول يعني حتى الديتيلز في الهيد لايت اللي هي الانوار السياره كل شيء موجودين يعني عادلين كاملين. اما البلاي ستيشن الاكس بوكس سيريز اكس نازله يعني ما تشوف مثلا يقول لك اللمبه كلها حواف. الجراس يقلب من 3D إلى 2D إلى بالعربي الحشي الزرع. الزرع يعني يقلب من 3D 2D وبعض الزرع ينشال بعضهم الظل يختفي. شغلات كثيرة بلاي ستيشن يقول لك إن الديتيلز موجودين إكس بوكس ما موجودة. وليش ما ندري حتى الآن. يقول لك حتى هم يقول لك قبل ما ننزل فيديو رسلنا حق المطورين
وتوهم المطورين المطورة الشركة نفسها اللي تسوي درت 5 من قبل كم أسبوع شرت اكس بوكس، اوكي شرت اكس بوكس، والافضل مكان تلعب فيه الحين بلاي الدرت ستيشن 5 بلاي ستيشن 5. فحتى الان هذا شيء غريب، حتى الان ان كل الالعاب يا يعني انهم راس براس في مع البلاي ستيشن او ان البلاي ستيشن احسن، مع انه يعتبر اضعف اضعف كم 1.3 ولا 1.1 تيرفلوبس تقريبا، اوكي اضعف. بس هذا اللي عندي انا تكلمت عن. طبعا الشيء الغريب جدا فيه، اذكر كنت جالس اكلم واحد شباب قبل ما احط السي دي، وهذا قال لي عنها كنت بجيب العيد، تحط السي دي كيف تحط السي دي مثلا؟ شوف هذا كيف تحط السي دي؟ ما دخل السيارة كله. وين الواجهة يصير؟ ذي الجهة. الواجهة وين؟ مع الجهاز. وجه اللي السي دي مكان الأصل، اللوجو. الأصل القراءة اللوجو بتكون ذي الجهة، بس القراءة بتكون ذي الجهة. هذا اللي فكرت فيه، بس أنت شكلك أنت ايه كذا. شلون؟ مثل ما قلت أنت. شنو؟ الواجهة يصير كذا لفوق. هو يقرأ من تحت. يقرأ وين الجهاز؟ يقرأ من هنا. يعني يكون ال 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 اللي يلمع الانعكاس ايه؟ اي يصير جهتي. ليش قلبينها؟ ما ادري يعني اذا حطيت يكون جهتك، فيكون اذا كان محطوط صح صح اذا ما لا كان صح محطوط على الارض صح صح اوكي، اذا كان محطوط على الارض فاللي يلمع بيكون تحت. اي اذا كان محطوط صح على الارض اللي يلمع يصير تحت. صح 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 فالموضوع غريب جدا. لا اذا كان صح الحركه، اذا كان محطوط على الارض بس انا كحاطه كذا، انا اتوقع اني احطه بس خلاص اذا دخلتها من قرب بيطلع لك اياها. ما في عيد، ما بيسوي شيء، ما بيسوي شيء بالجهد يعني. ما والله ما ادري، من مره جربت مو مره يعني، حتى في الكمبيوترات القديمه ولا ما شيء، مره لعبنا في الدعوه داخل ما مره والله ما حطيت سي بيسوي دي مقلوب انا ما بيسوي شيء. طبعا جربت اليوم اسوي شيء غريب، اخذت اللي هي سبايدر مان مورس موراليس حطيته في البلاي ستيشن، قلت ايش بيصير، حطيته في 4 قلت ايش بيصير، جلس تقريبا دقيقتين هو يحاول يقراه، بعد قام يقول لي ما يعرفه. خلاص نفس الحركة، لو بتحطه بالمقلوب هنا ببي عارفه بيطلع. وش؟ حتى لو بتحطه لا ما حطيته بالمقلوب، انا اخذت السي انا دي. ادري هو ما قرا هناك شلون ما اعرفه، لو بتحطه هنا بيقول لك ما بعرف، لو بتقلبه يعني ما راح يسوي شيء. طيب بس هذا اللي عندي. طيب اخبار اسبوع شيء اللي صار، هذا اللي تكلمت عنه من الاخبار انا حق اللي طيب صار. سمعت اخبار عن السكس جي؟ كنا قلت لي عن بس والله نسيت. في اخبار طلعت الحين ان قبل اسبوعين تقريبا ان الصين بدات تشتغل على السكس جي وتبي تنزلها في 2026 بعد 5 سنوات. انا اللي سمعت عن الخبر ان اي تي ان تي عندنا هنا تبي تسوي سكيب حق الفايف جي. وليش نزلت؟ هذا لا هذا قبل ما تصير تفاوضت الفايف جي لها بمر كم 6 7 شهور من صارت السالفه ذي، إنه كانت عندهم مشاكل لهم مع تعرف إن غيروا اسم اللي هي LTE اللي خلوه 5GE وما أدري إيش إيش سووا أي هذا على ذاك الكلام، إنه قام يقولون يبون مستحيل مو بكيف مصر. ما أتوقع إن يبون يجهزون حق ال 6G تجهز حق ال 6G. هذا لازم تجهز له وتفعل ال 5G، قصبا عليك تفعل ال 5G مو بكيفك كشركة وتبين عملاء لازم تشغلين 5G. فبكيفك أنت بتشوف اللي قدام، لأنه هم ما يقدرون يكنسلون انك انت الكلام ده اللي طلع الحين ينفي الكلام اللي قبل اللي انا كعميل وصلني من الشركه بدون اخبار. يعني الشركه وصلتني كذا مره ان بدايه السنه القادمه راح نكنسل 3G، بدايه السنه ما يبون شبكات زياده على نفس الابراج. يكنسلون 3G علشان شنو؟ علشان ما يحطون 5G؟ الشركه نفسها راسل لي انا، فلازم يشغلون 5G. ثاني حاجة أنا قمت أقول الموضوع غريب جدا. إذا كان على هم على ذاك الكلام، كان ما كان في كلام عن 6G، كلام أذكر كان الوحيد اللي تكلم عن 6G كان ترامب اللي قام يقول أنا على قبل 7 6 شهور اللي غرى التغريدة اللي قام يقول ما لا كان مع تيم كوك يبي 5G ويبي 6G بسرعة تشتغل. إي قام كان مع تيم كوك قام قلت أم أبل قام يقول لا أنا يقول ما أنا ما أبي بس ال 5G أنا أبي ال 6G. هي الحركه ذي شجع ان الناس عشان الناس اوه شوفوني انا مهتم يعني عشان ابي اغرد بس بغرد بسرعه. المهم 6G شوف كبدايه اللعب اللي صاير الحين، احنا الكل نعرف ان
تقنيات او النكست جينيريشن او الاجيال، كل جيل متى ينزل؟ كل 10 سنوات ينزل جيل جديد، هي كل 10 سنوات. لكن اشوف بعض الشركات قاموا ينزلونها قبل، يعني الفايف جي 2020 بس نزلت من 2018 قبل سنتين. وشو الفايف جي؟ من 2018 قامت تشتغل، ما ادري شنو ولا ايش قصدي، يقول بعض الجوال كانوا مشغلين عليهم، بس هي كاجيال كالاشياء اللي في جوالات نزلت 5G. سامسونج وي 5G وذي من سنوات صح. بس لا، كان قبل ما جوالات تطلع وهذولي كان سيسكو عندها كم مبنى في 6G وما ادري وش، واذكر كانوا يعني يجيبون 5G. الـ 5G قصدي اللي هي مباني عندهم داخل، حتى يجيبون يوتيوبرز يورونهم بروتوتايبس. بس انا اكلمك انه قام ينباع، ما علي انه قام ينباع في السوق جدا. بس هي كاجيال معروف انه يعني 3G بدات في 2000 و 3G 3G ب 2000 و ال 4G ال 4G في 2010 ال 4G 4G اوكي 2010 2011 مع 2010 هذا الايفون 4S اشتغل هنا في امريكا، 2011 اشتغل هنا اشتغل في العالمية الفايف كذا. ف تقريبا ما بحث 2013 تقريبا الفايف، 2011 الفورس. المهم خلينا بس انهي الاجيال كذا تصير. فالفايف جي هو الاصل 2020 اشتغل قبل. اوكي السكس جي جالسين يشتغلون فيها الحين، وقاموا في فيديوهات قامت تنزل انه بيتكلمون انه راح يكون 1 تيرا داونلود ولا شيء هذا بت ولا بايت بت 1 تيرا. فالحين كم احنا نوصل؟ احنا يقول لك انه 1 جيجا تقريبا الاصل، لا 2 جيجا لا 3 جيجا تقريبا هالاشياء. فالحين قدام الصين بدات الحين قامت تشتغل، امريكا فكروا ان يعني روح ترامبية موجودة. روح لا لا شوف، ما بعلى روح ترامبية عامة. الاف بي اي هي طلعت تكلمت، ما بس من ترامب، الاف بي اي تحقق من وقت طويل على الموضوع، وخاف ان حتى يعني البنتاغون عندهم هنا وغيره يخافون من ان يثقون بتقنيات من دول اخرى، خاصة مثل الصين اللي طيب تتحكم بشركات كلها. طيب ما علي، بس انا اكلمك عن اللي خوفي من كذا، خوفي من انه اذا سووا هناك اساس لحق السكس جي عادي يصير لهم شيء خاص بهم. شركات ابل الاجهزة اللي تبيع لها تبيعها ب سكس جي حقهم بال شو اسمه هذا الزي حق الفايف جي وسكس جي رسيفر المودم، مودم خاص بالصين بس للصين عادي، الصين بالحالة بكونتيتر بالحالة. المهم فالاشياء اللي الحين الصين قالت تبدأ. فابل هنا امريكا خافت، او قبل 3 ايام اجتماع ابل وجوجل وما ادري من الشركات الامريكيه الكبيره الثانيه، الشركات الثانيه الكبيره اجتماع ان بيحطون بداوا يحطون اساس السكس جي هنا، يبون يحطون اساس السكس جي العالمي، لان امريكا اللي بتمسك السكس جي العالمي والصين بيخلونها محكوره في وبعدين ما يجمعون معلوماتك الصينيين، يجمعون معلوماتك الامريكيين. فاحنا مجمعين معلومات كلها. فهذه الحركه بيسوونها. وعلى تجميع معلومات راح ننتقل لكم الحين عن جوجل فوتوز، نجيب سلي كذا فجاه ما يبون معلومات. جوجل فوتوز في 2015 برنامج جوجل فوتوز اتوقع اشخاص كثير يعرفونه، وخصوصا الاندرويد لازم يعرفونه. هذا اذا ما صار موجود في جهازك ستاندر. ايه اللي نشوف نزول الاندرويد. جوجل في 2015 قالت لايف تايم، قالت اللي هي جوجل فوتوز انك تقدر ترفع unlimited او مفتوحة المساحة عندك ترفع صورك على الهاي كواليتي 1080 تقريبا. اي صورة عندك يرفعها لك مجانا، مساحة مفتوحة وترفع صورك فيديوهات وكل شيء. هل ان جوجل طبعا الهاي كواليتي هذا اللي هي اقل كواليتي موجود عندهم، هذا اللي يسوي لها كومبراس. اي تصور كل شيء بينزل لك على فول اتش دي الاوريجينال، او ان على نفس دقة التصوير حقك هذا بفلوس دي، لكن الهاي كواليتي ممتازة. فتحته وقالت خلاص ما بفلوس، على بالمساحة مالت اللي هي جوجل فوتوز اللي عندك بال 15 جيجا الفري، هذا الاوريجينال. الاوريجينال انا اتكلم الحين عن المفتوحه. المفتوحه دي خلاص ترفع اللي تبي كله مفتوح، مساحه جهازك بس باك اب يرفع يحفظ لك صورك كل شيء مجانا فيديوهاتك. جوجل السنه هذه خلاص الشهر الجاي على نهايه ديسمبر
بداية 1 جانيوري بتوقف الكلام حقتهم. يعني قبل 5 سنوات قالت مدى الحياة، موجود الفيديوهات حقينها وكل شيء بالمؤتمر، انه قالت مدى الحياة، مدى الحياة عندهم 5 سنوات بس. لا نسيت ان في كورونا كلنا متنا، خلصت الحياة يعني بعد الحين ما في حياة. ليش ما فهمت الناس انه 5 سنوات ترى مدى الحياة عندها جوجل؟ او شوف، في خيار هذا اللي هنا امريكا اللي هي لايف تايم، السجن عمر لايف تايم يعني 20 سنة. مدى اللي قال جوجل راح اذا حكموا عليك لايف تايم 20 سنة، ما تشوف ناس محكوم عليهم 2 لايف تايم سنتنس، 3 لايف تايم سنتنس، يعني 20 20 20 20، اللايف تايم عندهم 20 سنة. طيب هذا الموضوع غريب، انا اكتشفته. انا اقول ما انا ما اذكر اكتشفته، مر علي ما ادري تاد باندي ولا ذا قاتل معطينا 3 لايف تايم سنتنس. قلت له شلون ذي بيطلعونه من القبر وسجنونه مره ثانيه، ايش السالفه؟ طيب ما عليه، ف5 سنوات وقفته الحين خلاص. في خيارين، الخيار الاول وانت تشوف الخيارين اللي بقولهم انا اللي طلعتهم وانت تشوفهم، ان البدايه جوجل قالت خلاص خلاص، دقت الصدر راح قدام نرفع لكم باك اب. شو اللي اكتشفت الناس مجانين تصوير، قالت لك خلاص غير غير انا تترفعون شو الفيديوهات والصور اللي قاعد ترفعون كلك لان لان جوجل تاخذ كل شيء وتحلل كل شيء، لازم تاخذ كل صوره تحطها وتاخذها وتعرف كل شيء وتعرف شخصيتك وتبيع لحق شركات ثانيه. هي كاسبه فلوس من دي ولا ما في شيء مجانا في الدنيا؟ يعني تحسب سناب شات صارت شركة وعندها فلوس وكل شيء مجانا، ولا الفيسبوك، ولا الشركات اللي تسجل فيه وكل شيء مجانا؟ ما في شيء في الدنيا مجانا. اعلانات، واذا ما تشوف الاعلانات في الوجه انت البرودكت، انت السلعة اللي بتبيعها لحق الشركات الثانية عشان يحطون لك اعلانات. المهم، فاتوقع ان جوجل انصدمت من الاشياء دي، قالت خلاص وقف. او انا عن نفسي الجوجل فوتوز مالين متروس سكرين شوت منهم داعي، سكرين شوت بالغلط. لا احيانا مثلا انا اصور فيديو، ولا مرات تعرف اللي جالس العب بس ابي اشوف الهيتر على وش، فراح اطلع الكاميرا وازوم ازوم ازوم بس ايدي ترتج، فاعطي صوره ويسوي لها بروسس بعدين ادخل واشوف وامسحها وترفع صور. انا مثلا انا واحد اصور بالجوال احيانا، يعني كل اسبوع ما يقل متوسط تصويري بالفيديو كل اسبوع 10 إلى 20 جيجا كل أسبوع، خصوصا الفيديوهات اللي والفري 15 جيجا فري. يعني أنا عن الهاي كواليتي، الهاي عامةً يعني 15 تصوير حقي، تصويري في الجوال لحق أسوي مثلا أقل شيء، أقل شيء اللي أصور يعني شيء دائم نسخ تجريبية على 4K 60 فريم، 10 دقائق، 5 دقائق، 10 دقائق، بين البين ديلي، واخليهم في الجوال، ارفعهم في جوجل، مش ارفعهم في جوجل، ارفعهم في الاي كلاود علشان اسويهم في الجهاز، بعدين هدف من الاي كلاود انا، لان كلاود دي ساعه محدوده، مش محدود يعتبر بس محدوده 2 تيرا. انا 800 حين مستخدم جيجا. انا الان جهازي، انا اجهزتي او في الفاميلي، لو اخش فاميلي، اخش في الفاميلي، انا مستخدم 800 لحالي. وين احط اشوف لك اياها من هنا. المهم، فكاستخدام يعني انا الحين مستخدم مع الفاميلي كلها 1 تيرا و طبعا سيرفرات جوجل، لا اي كلاود، اي سيرفرات جوجل، بس سيرفرات جوجل ما تقدر توصل لها يعني. اي بس سيرفرات جوجل، فيعني لا الموضوع غريب انه ما تنحاش من جوجل. ما نحاش من جوجل، لكن يا ابل مستاجره من جوجل ونفتح مش عند هذا. حلو انك ما هذا ما ندري احنا بالموضوع يعني. انا ما اتوقع جوجل خلت الموضوع يعني سيادة، يمكن عندها باك دور ولا شيء. لا كاتبه ابل، اذا عندها باك دور كاتبه ابل في الخيارات، كاتبه في جوجل، كاتب الخيارات وكل شيء، وكاتبه ان جوجل ما عندها الاكسس وعندنا بس الكي الاكسس لها، ولو ان في باك دور حق الاشياء أبل نفس اللي راح تكشف وتحاسب جوجل. وإذا ما اكتشفتها أبل، الأشخاص الثانية اللي موجودة في العالم بتطلع خياس أبل، لازم تدور هالأشياء. ما في ناس يعني، في شركة تطلع خياس شركة ثانية، راح نتكلم عن قدام هالأشياء. فلازم ناس عامة يعني، خاصة هنا يبون القضايا. فصدق إنه أجرى عند جوجل، لكن جوجل ما عندها
الوصول او الامكانيه للوصول حق بيانات ابل، لان ما اخذ ابل حيز خلاص دلنا وكل شيء لنا. ذكرت لا اقاطعك شوي بس، ذكرت بق صار لي في ما بق مشكله صارت في البلاي ستيشن، جالس العب مارس موراليس طلعت السي دي اقول شوف يصير اللعبه شغاله لان حملت هي في الجهاز عندك بل هو تستخدم كي انا في البلاي ستيشن 4 طلع السي دي تقفل اللعبه يقول لك لازم تحط السي دي، لا طلعت وحطيته وكملت العب. طيب الحين اقول لك الفاميلي انا عندي انا الحالي مستخدم اقدر اقول 800 لا اقدر اقول 900 809 اوكي 97 دقيقتين وصل 900 يعني على نهايه الدب يوصل 900 لانه قاعد يرفع هناك يرفع 34 من كم جيجا ليش؟ الجهاز مشتغل لابتوب ليش؟ عشان ما فاضي قاعد يرفعهم اليوم ليش بس بسحب؟ يخليه يرفعهم مسحهم الجهاز عشان يرفعهم في الكلاود ليش مهمين يعني تحتاج؟ إيه مهمين انا اتناقل بأجهزتي كلها ملفات موجوده انا مثل ما قلت لك 900 زوجتي 225 226 جيجا واجد امي 44 واحد من الشباب 15 بنتي ولا شيء مستخدمين. طيب هذا الاستخدام انا ايش اللي اسوي؟ انا الصور اللي في جهازي كلها احذفهم بس الصور ما اخليهم طبعا الحين الكلام ده اللي قلتك الحين انا 800 وشوي ما في من الصور شيء وشو؟ انا الصور حقيني ما يوصلون 100 صورة ولا شيء احذفهم الصور اللي في جوالي انا كل ما انام احطها في الشاحن يرفع الصور في الاي كلاود يرفعها في جوجل فوتوز لرفعها في جوجل فوتوز اجلس اليوم الثاني خلاص ارفع جوجل فوتوز احذفهم من الجوال انا الباك اب مع اني عندي 2 تيرا في الاي كلاود لكن الباك اب حقي كله بخليه على جوجل فوتوز ما عندي شيء مهم في التصوير تصوير الفيديوهات حق القناه تصوير ملفات في حق الدراسه ما عندي شيء مهم يعني ما اصور شيء اهلي ولا شيء لا ما عندي الاشياء دي فكل شيء يرتبط بجوجل فوتوز والحلو فيه عندي انا استخدم جوجل فوتوز شنهم ان رحت الجامعه ما يحتاج افتح اي كلاود عشان اروح حق جوجل مع اني انا افتح اي كلاود كثير على كمبيوتر الجامعه اوصل حق ملفاتي الدراسيه لان اي ملف او الاشياء اللي اسويها هنا ملفات دراسيه البراكتس حق الاكزام اليوم مشتغل عليه وكل شيء كلهم في الاي كلاود رفعهم لكن الصور افتحها من الجيميل افتح الجوجل فوتوز من وخصوصا اذا بتقل حق جوال ثاني بنتقل مثل حق اندرويد ولا شيء فجاه كذا فالصور خلاص باك اب هناك موجود احتياطا يعني في جوجل فوتوز حتى لو كان الكواليتي انزل اي طيب الحين جوجل هذا الشيء اللي قلنا لك قبل شوي ما ذكرته ولا انه انصدمت انصدمت من الاشياء خلاص بتوقف مع انه كلمه شركه 5 سنوات صعبه تقول يعني لايف تايم او مدى الحياه وتخل بتكنسل بخمس سنوات. الشيء الثاني ان الشركه نفسها تبيك انت طعم انت طبيت في ذا الشيء اوكي احنا استخدمت الجوجل فوتوز 5 سنوات اوكي استخدمته 5 سنوات لا تروح عليه الصور اللي فيه ولا تروح لا الحين نوقفك انت اذا وقفناك ما عاجب هم لا هم ارسلوا لي ايميل يقولون لي يعني يعني مثلا لو احتياط لو انه مثلا متعدي لي 15 جيجا احتاج افعل لانه بعد لو اني ما فعلت بعد مد بيقول مسحون الصور ما ليش يمسحون ما يرفعونهم ما في شيء يمسحون تقنيا الشركات كلها ما رفع لك الصور بس ما الصور القديمه يعني اللي ما تمسحهم لا الصور اللي موجودين عندك الان تقدر ترفع لين 31 ديسمبر ديسمبر كله 31 صح؟ انا ما عمري شفت ديسمبر اخر ايه ديسمبر 31 الين 31 ديسمبر 1 جانيوري بتوقف الصور اللي ارتفعت قبل خلاص مخزنه ما يقدرون يسوون لك شيء قدام ما تقدر ترفع شيء كلمني دروسين هذا الشيء تلقائي ام لا مده ذا الشيء تلقائي ذا الشيء فاتوقع انه تبي هم ارسلوا لي شيء تجذب الناس تبي تجذب الناس انه يقول لك يلا ادفع الحين بس جوجل بتخسر الحين من ذا الشيء في ناس كثار برضو ما بيدفعون خل شو اتوقع يقسون الماي بترجع مره ثانيه تشوف يعني تشوف شركه من الشركات لا. اللي احس ان ما عمرها فكرت اتوقع ترجع مره ثانيه اذا شافت الاستخدام قليل جدا 100% راح يكون غالي جدا دقيقه الاستخدام قليل جدا والمفعلين قليلين يعني جدا لدرجة انه لا يقدرون يبيعون معلومات يدخلون دراهم عادله ولا يقدرون ياخذون فلوس اشتراكات عشان يدخلون دراهم عادله بالتاكيد بيرجعون لان هل ابل اثرت عليها او انهم ينزلون اتوقع او انهم ينزلون يعني شيء
مثل هي هاي كوال شيء انزل من الهاي كواليتي لو كواليتي يعني كومبرست بالضبط 27 ما ادري يسوون كومبرست المهم يضغطونه لك اي شيء يضغطونه ويرفعونه هي 100% راح تخسر. جوجل ما صارت منتشر، جوجل فوتوز ما حد راح له الا عشان مجاني مجاني او انه محطوط في جهازك اذا كان عندك بيكسل. ف تتوقع انه بسبب ابل برضو؟ اشرح لي يعني ابل فاتح الطريق عندك تبي ذاكره مساحه عندنا 5 جيجا بس. يعني اوكي ابل 5 جيجا جوجل فوتوز 15 طبعا مو ليش بس جوجل جوجل فوتوز لانه ون درايف والاشياء ايه. في شركات 20 25 برضو فايرفوكس ما ادري شنو شنو ون درايف قصدك؟ لا فايرفوكس وفي لينك في اشياء ما تحضرني الحين من زمان لكن جوجل دروب بوكس جوجل بتنزل ذا الشيء الحين. تخيل نابل ترفع الجحفلة عند أبل واجد. قصدك ترفع يعني ترفع الجيجات الفري؟ أه. ما تف... مو بتستفيد انت صح؟ إذا رفعت الجيجات لا ما يعطونك زيادة على لأنه 5 جيجا مجاني وتفعلت 1 تيرا ما يصير عندك 1 تيرا أو أنا عندي 2 تيرا 2 تيرا رفع شنو شو أسوي؟ ما تزيد على 5 جيجا 2 تيرا ولا بس يصير 2 تيرا و 5 وخمسة جيجا وخمسة جيجا إيه ما يعطيهم العافية ما قصروا شكرا. وهي توتيرا شنهي توتيرا 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 يعني 2000 بس لا هي فوق 2000 هي مش 1000 الون تيرا أو إن 128 ولا توتيرا يعني الداتا نفسها فيه زيادة شوي مش مضبوطة على الرقم معين زايدينك هي الأرقام في القياس تصير مرتفعة شوي لو تحس بالمعلومات وذا ما تصير بالضبط توتيرا توتيرا في الألف ولا شيء سمعت أنا من زمان بس ما قصدك اللي كم ميجا زيادة اللي إذا ما خبضني 128 124 ميجا المهم فهذا الشيء فالحين تقدر تسوي بالون دراي ون جوجل ون سوى الحين صح؟ جوجل لهم مدة ما بعرف متى لا سنة وشوي تقريبا فالحين الحركة ذي اللي مسوينها انا اقدر اخذ بدل 2 تيرا اقدر اخذ 4 تيرا بس مش من نفس حركه ابل من هنا اقدر اخذ ال 4 تيرا اذا اشتركت بحساب ثاني جوجل 1 جوجل 1 شو اسمه جوجل درايف ابل 1 ابل 1 ايه يعطوني من هناك 2 تيرا اقدر اشتري البريمير حقهم الجديد واخلي هذا فيكون توتيرا من هنا بس مستحيل بخلي الحركتين كل هذه الخيارات اللي موجودة الحين نشوف قدام يفعلون ما أتوقع بتزيد أبل ما فرقت معها أبل شنين ما أتوقع بتزيد ما أتوقع أنها بتزيد أنا 100% بس ما أدري يمكن إذا صج 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 اللي بتسوي شيء ممكن تنزل أسعارها يمكن أبل تنزل أسعارها عشان تخلي الناس يقلبون يحولون إذا عندك آيفون تقول الحين أنا أدفع لجوجل فلوس ولا راح حق ابل وبلدين في النظام وكل شيء ورسول حق خلق الله ما اتوقع انا في ارخص من دش اللي بتسويه يعني تبي 50 جيجا 99 سنت خلي شو اسعار جوجل 50 جيجا ب 99 سنت 200 جيجا ب 3 دولار 2 تيرا 10 دولار نزل اقل لو تنزل 1 تيرا في الوسط وترفع فوق ال 2 تيرا ازيد شيء فوق ما أدري بس تلعب بس هذا القيمة يعني توقعنا فيها أكثر منها كم توقف الجوجل نفس سعر الجيجا اللي هي 100 جيجا 199 دولار 99 المية كم؟ 100 جيجا دولار 99 أوكي 200 جيجا دولارين 99 2 تيرا 9 دولار 99 200 جيجا كم؟ ثلاثة نفسنا أي ثلاثة طيب 100 دولار نفس الشيء بس احنا ما عندنا ال100 عندنا 50 دولار نفس الشيء بالضبط ما وقفت ال و 2 تيرا ب 9 دولار 99 سنت نفس الحركه يرلي بلان اذا بتشتريه اليرلي بلان هذا الابل لو تحطها هذا الافضل المحطات الحين اذا يرلي يعني سنويا 99 و99 ف نفس الشيء كنا نشوف قدامنا بالنسبه لي لازم الشركات يفترون على ذا الشيء لاني انا منتظر
يمكن مع 6 جي يكون كل شيء كلاود، ما ادري. المهم نجي لها ما ادري وش كلام من سوني نفسه، نجي من برودي يمكن ولا شيء. نجي الحين من على الاشياء اللي صايره الحين جوجل ابل وفيسبوك. لا لا ما نسينا بعد ان مع نفسه هذا، مع اذا رفعوا او النشال او اللي هي المجاني المساحه بيقومون يشوفون من الاعدادات نفس اللي هي الاديت حق الصور جوجل فوتوز، بيخلونه مع الاشتراك، لازم يصير عندك اشتراك عشان تستخدمهم بعض الفيتشرز. انت ما راح تقدر ترفع اي له الاديت حق الصوره، تسوي صوره لها اديت، بعض الفيتشرز بيشيلونها. اوكي بيخلونها، لازم يصير عندك اشتراك عشان تستخدمهم. جوجل ما بحس ان هذه الحركه غير المساحه، بيشيلون منك مواصفات عشان يبونك يجبرونك تفعل. المشكله انك معلم شخص، انت الناس اللي يجون حق جوجل انه مجانا. تبين تفهمين الحين انك تبين ندفع لك فلوس؟ كيف تغيرين ذا الشيء؟ ما ادري حرفيا كل شيء مجانا، لان انت السلعه، انت يبيعون معلوماتك. ف ما ادري والله، بعدين يخلون السيرش فانكشن اللي هي جوجل جوجل سيرش بفلوس تفعيل اشتراك. بس لو يصير ذاك وصدق ما يبيعون معلوماتك، الناس بيشتكون بكثير، بس على الاقل حرفيا للمستقبل او للسيكوريتي للناس عامه شيء خطير. ممتاز جدا. خلينا نحول بس حق هذا، صدق نسيت اقول ال HDMI، نفس ال HDMI المخرج بعد تيست ما يعطيك 40 جيجا بت بير سكند اللي هي ال HDMI 2.1، ولا يعطيك اللي هي 48 اللي هو الفول HDMI 2.1، لان الاكس بوكس 40 فقط، يعطيك 38 جيجا بت بير سكند. وسوني قامت تقول انه بينزل في تحديث عشان ال 8K، لان ال 8K موجود الحين، وال VRR ينفتح هذا، والكيبل نفسه الكيبل 40 جيجا بت بير سكند. فهو النظام مو بجاهز. حرفيا النظام مو بجاهز، كله مشاكل وشغلات كثيره ناقصه منه، وما تقدر تنقل العاب لهارد ديسك خارجي اذا كانت على بلاي ستيشن 5، وما تقدر ترجعهم وما ادري وش، وكله مشاكل، نظام مو بجاهز. طيب في مشاكل الان برضو، احنا قلت لكم بسوي تكلم عن فيسبوك، مشاكل بين اثنين دي. سمعت الخبر؟ سمعت هذا، مو بس فيسبوك، في شركات ثانيه مع فيسبوك. ايه ايه ايه، شوف هم اكبرهم فيسبوك لان اقدرهم فيسبوك. هم صدق هذا وجه القدارة. ما شوف البداية، الحين أبل المعروف، الشركات اللي اشتغلت عليها ساخنة الحين سبوتيفاي، شو اسمه الثاني ذي، وشو اللعبة ذي، فورتنايت، أبيك جيمز، فيسبوك بزمان، وفورتنايت من زمان، فيسبوك وأبيك جيمز تو داخلة قبل هذا الشهر معهم، والحين بعد مايكروسوفت معهم مع الاسوسيشن اوف مارك، ايش اسمه، اب ماركت فيرنس، هذا الجامعه القطه مالتهم بسبت اللي سوته ابل حق اللي هي اكس كلاود حق الستريمينج سيرفيس مالهم. هم الحين اجتمعوا، لا هذا انت تتكلم عن ايه، بس انا اكلمك هم اجتمعوا كلهم. بس دي سالفه ثانيه هذه. طبعا اذا ما خاب ظني فيسبوك مو معاهم في اللي هي الاب فيرنس، لها سالفة ثانية نتكلم عنها دي بعدين، نمسكها بس لساعات. الحين دي المشكلة دي ما أقدر أقرأ الحين كل شيء هنا. فالمشكلة إن أبل الأصل لو فتحت الأب ستور، فتحت أي برنامج يكون تحت عندك زي الخصوصية، بيعطيك زي بيكون خلاص في الأب ستور زي المستطيل عندك أو مربع مستطيل، يعلمك كل برنامج اللي يأخذ منك. فيسبوك أذكرها قبل 4 شهور أو 3 شهور قبل ما ينزل iOS 14، طلبت من أبل، وشركات طلبت من أبل تأخر ذي الميزة. شو راحت هذه السؤال؟ تو 3 شهور على iOS 14. 3 شهور؟ إيه على iOS 14، لأن أبل تكلمت من iOS 6 من شهر 6. رجل الوقت يمشي بسرعة. لا لا الوقت شو السؤال؟ طيب لا شهرين مو 3 شهور. طيب
من شهر 6 ابل تكلمت الميزات، وميزة ان المايك راح يشتغل عندك لو فتحت برنامج لك النسخ واللصق، وبتلشت شركات كثيرة منها تيك فيسبوك. توك في كل كثير كثار، وحاولوا يعدلونها عدلوها، لكن ابل تقول لك الان اذا جيت تفتح البرنامج يكون لك تحت، يقول لك البرنامج اللي ياخذ منك لازم المبرمج حق البرنامج يحط الاشياء تحت في كل برنامج حقك، عشان انا العميل اللي جيت بنزل برنامج اعرف كل شيء. طلعت شركات قالت حق ابل اخريها، ابل اخرتها، لكن ابل وعدت طبعا ان على ذاك الوقت كان اللي طالع في الوجه كانت فيسبوك، ايه الفيسبوك اللي لانها اكبرهم واقدرهم. فابل اخرتها، فحرفيا اذكر حتى الهيدلاينز يقولون ان فيسبوك تقول حق ابل، في شركات ثانية تقول بس اكبرهم فيسبوك. وان انك على الفيسبوك عشان تاخر الكولكت كلماتها personal هذا data personal close ايه personal كلوت both از ماتش داتا بوسيبل كروس بوث فيرست اند ثيرد بارتي. product ايه okay ف developers الان ابل قربت لها، يعني شو الحركه اللي انا اللي لا 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 استغربت ان انا ابل والله دقيت شلون، انا والله العظيم لو منا من تيم كوك، بس انه يمكن كلمه ما يقدر يغيرها، وشو يعني الحين انت جيت قلت لي يعني شو القذاره وفي ما ادري ولا الكلمات، وعلى والله العلن المشكلة انهم الكلمات اللي اقدر انا، يعني اسف على الكلمات اللي بقولها لك بس انا بعطيك اياها الحين دقيقه بعكسها علشان تقولون انك انا انت مثلا تيم كوك، فهمت شلون؟ استغفر الله لا اوكي استغفر لا الله مو بانت، استغفر اوكي الله انت مدير شركه، اوكي اوكي انت مدير شركه، مدير كبير ايه قل انا مدير كبير انت مدير كبير، اوكي او عندك ميزات جيت انا قلت لك دي الميزات تحطها الحين، بس خلينا عند الفيديو. انت طلعت وتكلمت وانا طلعت في الاخبار اني قلت لك لا تحطها، قلت انت خلاص بحطها على نهايه السنه، جيت جهزوا اموركم. ايه جيت نهايه السنه الحين انا شبيت عليك اشتغلت برفع عليك قضيه بقول لك لا ابي ابوق معلومات الحين كيف كيف ليش انت ليش ما اصير حرامي براحتي؟ لا ما بعد كذا ليش الشرطه ليش تبي تصيدني؟ مش على كذا، ليش انا اقول لك البدايه اخر وانت مستانس يعني وانت طلبت من رأيي والحين يوم قرب الوقت طبعا انا لا لا الحين لا دقيقة، طبعا على ذاك الوقت يوم جات فيسبوك قامت تقول لها اخريها، حرفيا فيسبوك ما لها اي صلاحية انها ابل تطوعها. ابل طوعتها بس خوفا من المطورين، يعني رعاية في المطورين كلهم، بس فيسبوك اكبرهم اللي جت لها، يعني بس ما بمسويت لفيسبوك هي. الحين ترجعين وترفعين قضية تقولين لا تبي تجمع معلومات تجمع معلومات، حرفيا فيسبوك اقلب الباب. فيسبوك المفروض يرفع عليه قضيه وينشال من كل الستورز في الخيار. فيسبوك المفروض في السعوديه يحجبونه اذا فتحت يجي لك الصفحه الخضراء. ف الان يعني حتى كلمات تيم كوك ترى انقهر وشب على فيسبوك كلها، طلعت التصاريح. لا لا اذا هو مبين، شوف تيم كوك قل اللي تقول عنه، بس مبين عين الرجال صاحي، وخاصه في موضوع يعني بس الحركه موضوع اللي الداتا كولكشن والبرايفسي، صاحي الرجال في الموضوع ذا، لان شركته كلها تمشي على هالموضوع ده. تيجي شركه ثانيه وتقول لها لا برفع عليكم قضيه، انا ابي اجمع معلومات وببوق المعلومات غصب وحتى في الباك جراوند توصيل تو ثيرد بارتيز، كلهم يقولون انه ثيرد بارتيز، يعني المعلومات في بعض المعلومات يجمعونها لا عشان لا لا يبيعونها يبيعون عليك برودكت، ياخذ من برامج ثانيه برضو، من برامج ثانيه يعني يجيك اشعار كذا اذا نزلت الفيسبوك عندك وربك اي ياخذ من برامج ثانيه وربك. برضو والله اذا عندك الفيسبوك ما ياخذ من نفس جهازك، يطلع لك اشعار كذا. قانونيا يقدرون يسوون، انت دامك منزله في الجهاز حقك ويقدر ياخذ عادي. لا قانونيا علي وقف 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 علي، انت تتوقع ان كل شيء مثلا انا افتح جوجل وابحث، توقع في كل ثانيه جوجل تروح تبيع حق فيسبوك، فيسبوك ينزل في الانستغرام في نفس الثانيه، تفتح الانستغرام يطلع لك الملف عادي، الانستغرام يبوق معلوماتك اللي انت حطها في جوجل، ما بلازم ترى ياخذها من كذا من على طول، فهو يبوقها منك، يقدر ياخذ يتوصل. قبل سنتين اذا تذكرون، قبل سنتين البرنامج دام عندك موجود حتى لو مش مسجل فيه، طلعت في الاندرويد قبل سنتين، حتى لو انك مش مسجل في البرنامج، ما سجلت في البرنامج، ما حط حسابي، بس البرنامج موجود مثبت في الجهاز هيك، ياخذ معلومات منك، ياخذ معلومات من البرامج الثانيه. يعني انا ما سجلت، ما اعطيت المفروض، حتى يعني مثل ما قلت انت، يعني المفروض اذا
ما ي... لو انه يقدر يسوي هالحركه ما يسويها الا بعد ما تشغله عشان يعطيك اللي هي هذولي ايوه البرايف اللي يقول لك هذا أو... ايوه لا وافق. بس انت دامك ايه بس في بعض يعني انت دامك ثبتته وتشعب داخل في الروتس تشعب في شوف شوف السورس. ساوث بارك نزلت حلقه عن ستيف جوبز وعن البرايفسي ماي برايفسي والتواثق. واحد من الشخصيات شرى ايباد، هذا تقريبا اول ما نزل الايباد، حلقه قديمه جدا سيزونات قديمه، شرى الايباد هو ده بيسجل دخوله، بعدين طلع على عرفت الصفحه الطويله اللي يقول لك وافق اي ما يقدر ينزل تحت ضغط يعني ضغط جري ما شوف الشركه من الاي كلاود ميجا قالت لي رسالة. اوكي كمل. شنو الشركه من الاي كلاود ميجا؟ الرافع كمل بس شن... لا شركات الرافع اللي مساحه 15 جيجا ما ادري شنو نقول شركه من الكلاود الرافع كمل كمل اعطيك خصم يعني يعطونك زياده يعني ضغط جري فجأة اقتحم على ينوس الغرفة واسطروه كاف. قام يقول له شو السؤال؟ فقام يقول لك انت وافقت. ناس ما يقرون المعلومات. اي يقول له انت وافقت، يقول له انت وافقت وافقت على الشروط. بعد بعدين جروه خذوه معاهم ودوه ادوه حق ستيف جوبز. ستيف جوبز قام يسوي عليه ما بكمل حلقة ضحك بس خطيرة. يسوون خرابيط كثيرة لدرجة ان نهاية الحلقة ستيف جوبز قام يعصب في الحلقة. نهاية الحلقة استلموا ايبود الجديدة وضغط اجري بدون ما يقرا قام يعصب ستيف جوبز قام يقول الجهاز مالي ما يشتغل اللي هو اللي يتكلم عن البازر ما يشتغل ما يقرا المعلومات ليش ما يقرا المعلومات. فالان الحرب اللي طلعت معلي بين فيسبوك وفيسبوك طلعت ترد قالت قال كم كلمه برضو ان ابل جالسه تهين الشركه. اما الكلمات بقولها كلمه بس يعني عذروني تقلب وجهها فيسبوك نزل لها جوال بعدين نتفاهم اياه فيسبوك شوف نزل لها جوال حق المشكلة كل الناس الرجعيين هذولي لا دقيقة مو بغلط علي ال اسف اللي يستخدمون دقيقة علي اذا جيت تتكلم وتقول فيسبوك انا اسف الكلمة دي برضو لانكم تفهمون الكلمات اللي قبل كلها انا قلت فيسبوك انا اقصد الواتساب انا اقصد الانستغرام انا اقصد فيس يعني نسيت انا عن نفسي من قبل قلت لك انا السالفه هذه انه انا بسحب الواتساب ما ابي الواتساب بس ما تقدر يعني لا كلهم موجودين ما تقدر مطفيون الواتساب يعني الباك جراوند انفورميشن وكل شيء عشان لا يشتغل. لا تحسب انك انت قاعد تستخدم جهازك بتكون محمي ترى انت تتكلم عن شخص فيسبوك موجوده في الواجهه جوجل ساكته جوجل اكبرهم برضو بس ساكته برضو يعني تتكلم عن شنو انت الجهاز جهازي حرفيا هو داتا كولكشن جوجل بس جوجل ولا معطي ابد معطي الشخص اللي ما كانه طلع احد يعني المفروض والله لو ان عندنا يعني الخليج مركزين على الداتا كولكشن والبرايفسي وكل شيء كنا كلنا سحبنا على الفيسبوك من مدة طويلة او سحبنا على الفيسبوك عامه كامل سحبنا على الفيسبوك احنا من كثار ذي اللي الحين خبري ما في احد في الفيسبوك الحين المصريين ولا ذي اللي متبع اللي هي لا في هنا تبع الفوتوشوب تعرفهم تبع البلوتوث اللي جلست على القمر وما طحت في ترى هنا في امريكا شياب انا اتكلم في امريكا هنا الشباب انت بتخش الجامعه ما عندك فيسبوك ما راح يكون عندك كلابس حق الجامعة ما راح تقدر توصل مع الناس وهذا بفيسبوك بينزلون شيء جديد تقريبا حق اللي هي بس حق جامعات زي فيسبوك حق جامعات معينة فوضى بيخلون يعني مور يعني اللي هي بيرسونال نفس أول يقولون الحين صاروا كل بس أنت هنا دخلت في حتى الشباب ترى إلى الآن تروح الجامعة لازم فيسبوك ما الشباب كل عشان تتواصل معهم فيسبوك شيء طبيعي يعني فيسبوك لازم يعني تستخدم فيسبوك بعد الصفر لا انت في اشياء تنجبر انك تسويها ما عندي اي مفر فيها لكن ما استخدمها لحق استخدامي العادي الطبيعي لا بس لازم استخدمها انا عايش هنا لازم استخدم انا من النوع اللي في اشياء انا ما ابي برنامج ماي هومورك يكون عندي اصلا بس اجباري اني انزل برنامج ماي هومورك لازم احطه واسوي السلسله ففي اشياء لازم احطها المهم البرايفسي حصلني كثير لكن فيسبوك الحين يسوي ضغط أبل حركة اللي ما عجبني فيها تيم كوك إن إلى الآن على كلمته مش إن نهاية السنة بنزل التحديث خلاص رفعت القضية فيسبوك وقامت تتكلم وقالت
انزلها الان والله واسحب عليها من وهي الان. هم وهم رافعين القضيه على حق وش على اللي هي على وش الحق إن بالضبط ان ابل جالسه تضغط يعني خلاص تقدر تتكلم ان جالسه انت تخليني الشركه الثانيه يعني اول حاجه انك تطيحني الشركه الثانيه جالسه عشان يعني جهاز بيضغطون على خلق الشركه الثانيه ما بعرف تربح. اوكي 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 بسبت كذا هذا فاضل ان عندها الحين ابيك جيمز عندهم عندها الشله كلهم ذيلك رافعين عليها قضيه عند سبوتيفاي رفع عليها قضيه ايه. فكلهم كلهم على سالفه انت كبيره ايه. واجد ايه. فيسبوك لازم تجيبه من الجهه ايه. انت كبيره واجد ومونوبولي يعني على على الانترنت عامه ايه. والموبايل فونز هي ايه. لازم تجيبه من ايه. لازم تجيبه من الجهه ما عندها اي حل يعني لازم تجيبه من الجهه لان فيسبوك لو حطت ذا الشيء بتطيح اسهم فيسبوك بتروح واذا جوجل حطت ذا الشيء هم هنا لازم زكربيرد ده اتوقع انه بيبيع خس وكل شيء بالشارع مش باقي له يعني شاي كارك في الدوار يبيع شاي كارك في الدوار لانه اذا وقفوا هذه الاشياء وخلاص جبروهم انه يوقفوا ذا الشيء انا شو استفيد بعدين يطلع يتكلم نفس كلمته قبل اربع سنوات قبل ثلاث سنوات يوم وقفوه هنا في المحكمه اللي جالسين يحكمونه قال خلاص يعني فيسبوك بسوي حساب بسوي ميزات لحق دفع بفلوس قالها ما نزلها ايه ما حد يستخدم ايه لازم ينزلها عشان يرجع عشان يجيب فلوس يقول يعني كذا ما راح نجيب فلوس يعني لازم نحط حسابات خاصه بفلوس يصير عندك اكاونت خاص فيك بفلوس عشان تشتغل فكذا نقدر ناخذ فلوس ولا بناخذ فلوس من معلوماتكم كلكم يعني تشوف فيسبوك احس انها مضغوطه بقوه لدرجه ان يوم تكلمت على ابل كذا عرف انها انفجرت ولا ما عندها الحل اللي انت تتكلم نفس ابك وانت تتكلم ف ما ادري ابل جالسه تسوي هل صح انا بعد اتوقع الحين يمكن ابل لو تطلع انت تقول انت اللي اذا شغلته التايل تحت يعطيك المعلومات يمكن بعدين يخلونك انت تدخل وتطفي وتشيل ولا تخلي وان تايم حق كل نوع من انواع المعلومات انت اوريدي تقدر توقفهم بس يعلمك البرنامج الان شو الاشياء اللي ياخذهم هو تقدر المبرمج نفسه سوي زومن يعني الاشياء اللي بيحطونهم الحين هذا اول ما تحمل الجهاز ده اول ما تحمل التطبيق لا ما بعد لا ما تحمل التطبيق انت اذا حملت التطبيق ما يقول لك كذا قبل ما تحمله يقول لك ايه قبل ما تحمله قصدي ايه في الاب ستور يقول لك ان الداتا لينك تو يو ان المبرمج ذا راح ياخذ معلوماتك financial information contact information browser history financial information انا قاعد اقرا بعد المعلومات البرتشز هذا حسب البرنامج يعني location اي على حسب البرنامج وهذا الداتا يوز تو تراك يو هذه المعلومات اللي راح يعني مفصلين كل الاشياء اللي وقف داتا لينكد تو يو هذه المعلومات الخاصه بك والمعلومات اللي بياخذها هذه هي عشان يراقبك فمفصلين كل شيء كذا هنا تقدر تدخل واحد واحد وتطفي وتشغله وكل شيء لا بعض الاشياء ما راح تقدر توصلها بس انك انت اقرا ذي ما اقرا وقف دقيقه انا الحين الكلمه اسف اني احس اني بنطول على فيسبوك هذه ولا ايش اقرا الكلمه ذي Would you like to track attract you across apps and website owned by other companies? Okay, بس قلبي عاد إيش فيك مع الصب؟ أنت أنت owned by other companies. ليش دي؟ لأن هذا الحركة اللي قطت فيه الكبوس. إيه. هذه اللي أنت ليش قطت الكبوس فنفس الحركة. زين وإذا حطيت ask إيش يسمونه app not to track. يخسر الشركة. إذا حطيت هذه يعني تشتغل لا ما تشتغل يشتغل التطبيق لازم يشتغل تطبيق لأن بعض التطبيقات عندنا إذا وافقت على الشروط ولا وافقت على بعض معطيته شغلات معينة منها يعني أكسس حق كاميرا ولا شيء ما يرضى يشتغل أصلا يقول لك عطني أكسس ولا ما يشتغل بس كل مرة تفتح يقول لك جيب الأكسس ما عندنا احنا كذا بابل انا اذا ما اعطيته اكسس ما راح يشتغل بس ما يشتغل ذي الميز اللي ما اعطيته اكسس انا الان عندي هذا الشيء اي في بعض التطبيقات عندنا كذا ما يرضون لك يعني لا اذا كان البرنامج هذا لا اذا البرنامج هذا شغلته يشتغل عندي يقول لك خلاص ما اغلبهم كذا اغلبهم مثلا اغلبهم كذا بس بعضهم لا يعني حتى لو انه
ما هو من الكور فيتشرز مالينا ما يجبرك مثلا. هذا طالع الكاميرا، شلت الاكسس حق الكاميرا من السناب شوت، ما اقدر استخدمه لا كلش، لازم اسوي له الاو عشان استخدمه. حركة غير اللي عندنا احنا، لما ما لها شغل ذا الشيء وتقدر تستخدم الشيء اللي انت موقفه عن الكاميرا. اوه اوكي اوبس اوكي. نفسكم. من في بعض التطبيقات مثل ايه، انا مثل ما قلت بعضهم ما بيرضون لك تشتغل اذا ما تعطيهم، فخوفي ان هذا اللي هي to track you when using other companies apps ما ادري وشو. بس هم اذا خلوا هذه الحركه ايش بيصير؟ الناس بيكشفون. بيعرفون ايه بيعرفون. انا اقول حق ناس كثار يعني من صدقاني وذيلي، اذا جالك جهاز، اذا حملت تطبيق هو الاصل انه تحت في البرنامج قبل ما تحمله اذا كان ايه مكتوب تحت، هذا انفضحت الشركه البدايه، هذا البدايه الشركه انفضحت لحق الناس كلها. لا انا اقول عامة حق صدقاني، اذا حملت تطبيق انت شف يعني مثلا يقول لك ما تستخدم ذا الشيء لتشيك مثلا والله. يقول لك اذا كان تطبيق موسيقى المفروض ما ياخذ اكسس حق الكونتاكت، ما له دخل، سوي له ديناي. اذا جبرك يبي ياخذ اكسس حق الكونتاكت عشان تستخدمه مسحه، وحاول انك ما تحمل تطبيقات معروفه، تطبيقات كبيره. فالأشياء ذي خلاص نشوف احنا ايش بيسوون بيها. هو في مشكلة، هي مشكلة انك حاليا ما في بيرسونال، ما في اللي هي قوانين حق هذا الموضوع، هذا يعني مواضيع جديدة هذه ما هذه لها الأشياء قوانين. إن أبل قالت تحطها، يعني ايه أصلا البرايفسي قبل 3 سنوات يوم حطتها، 3 سنوات تقريبا أو 4 سنوات يوم حطتها كان شيء. شنو برايفسي؟ تخش عليه تبي تشغل هذا، تبي تشغل هذا، تبي تطفي هذا. بعدها بسنة أو سنتين نزلت جوجل برايفسي قامت تحطها. ما ليش يعني بدأ أول شق البرنامج يشتغل عندك؟ ما لا احنا عندنا لها سنين، اكثر من اربع. أبل قبل اذا قبلنا بس مو باربع سنين، 4 سنين اكثر من 4 سنين. ما أدري، بس أبل حطته بعدين. الحين السنة هذه إن ما تخلي موقعك الحقيقي بس على المنطقة. افضل. ما أدري، حبة حبة إيه حبة حبة. والوان تايم ولا اونلي وين ان يوز، هذه من ضمن هذا البرايفسي من اي هذا حتى اونلي وين ان يوز هذا قام يصير عندنا. والآن قبل سنتين، من قبل سنتين تقريبا، إن البرنامج إذا اتبع مكانك بعدها بأسبوع أسبوعين تجيك رسالة، كذا يجيك رسالة على الجوال نفس النوتيفيكيشن يطلع لك يقول لك البرنامج تبع جهازك، تبعك ذيك المرة هنا، ذيك المرة هنا، ذيك المرة هنا. أنا في البنك لو صورت ولا شيء رجع يطلع لك شعار كذا يقول لي البنك ترى حقك. أنا مخلي البنك لأن عشان أقدر أستخدم، ما أقول لهم وين رحت بعدين خلاص يتبعون جوالي، فيشوف الخريطة ذي المنطقة وذي المنطقة، البنك ترى متابعك، شغال وخذ معلوماتك ترى في ذي الأماكن، يعطيك كذي يعلمك بعدين ترى البرنامج خذ معلوماتك في ذي الأماكن. هذا حلوة. الحين ذي اللي تسوي أبل، تحس انه حركتها عادله ومش عادله، قاعده تبني على اساس قاعده تسوي اسس لحق الخصوصيه اللي مش موجوده اول. اوكي حلو مش حلو، وهي دي ما فعلا الحركه اللي قاعده تحطها. ليش ما تتكلم اوريدي مع الحكومات وتسن سنه البرايفسي اللي تصير موجوده وخلاص تبدا الشركات ما كلها. ما هنا في أمريكا عامة القانون ما يشتغل كذا. القانون انت لازم تحطها وتبتلش لا، وتتراجع. القانون إنه يحطون القوانين هذه كيس باي كيس بيسس. يعني مثلا لازم ترفع مثلا يقول لك دقيقة. أبل فيرسس جوجل ضد السيرش فانكشن حق البرايفسي، واللي هي اللوير شو اسمه ذا اللي هي القاضي يقول ان ابل لها الحق. فبعدها في قضايا ثانيه يقول لك ابل فيرسس جوجل حق السيرش فانكشن برايفسي، الجاج قام يقول ان ابل هي العادله. فكذا ما احس مثل في اشياء يعني اللي قاعد ادري في اشياء انه لازم اتوهق، لازم اروح المحكمه، لازم عشان احط دشه ويصير مثبت لحق شركه ثانيه. لازم ابل وشركات ثانيه يعني يدخلون المحاكم. فالحين الحركه دي راح تكمل عليها ولازم يعني مثلا خاصه بعد اللي عندهم هنا الكورت اللي يحط القوانين، والسوبريم كورت، والسوبريم كورت كلهم شيء ما يدلون ابل، ما يدلون هو لازم يراجع، يجلس اسبوع شهر بعدين يرجع مره ثانيه. هم السوبريم كورت عشان يسوي بس ترى قضيه، واحد ترى بعضهم تشوف انه يدرس 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 على وتشوف انه شغلاتهم يدرسون. ادري بس تشوف صدق انه شايب بس انه يجلس تشوف انه يراجع في الشركه
انت تسوي زي كذا زي كذا زي كذا. اي هذا شغلتهم، هذا السبريم كورت، هذا شغلتهم. لا يتكلم، لا انت لا يقول لك واضح انت كذاب، يقول له والله انت جاي انت قبل السبريم كورت يعني ما تقدر، السبريم كورت ما تقدر ترفع عليهم قضيه، الحاكم تقدر ترفع عليه. بس انك انا اكلمك من لدرجه ان تشعب، لا انت قلت انت عندكم قلتوا كذا، ليش تقول كذا الحين؟ فصرنا فسنت الاشياء دي اللي بتحطها خصوصا في الشهر القادم ان ابل راح تنزل ذا الشيء، وتقدر ابل تاخر ازيد. جوجل علي جوجل تحطها، جوجل تحطها بس عندها مثلا في تطبيقات جوجل تحملها يقول لك لا ما نجمع شيء احنا، ما علي ادفع بس الاشتراك. يشتكي على عليه جوجل قصبا عليه، بالعكس دي سهل تحاكم عليها. لا الحين انا لا ذيلي يمكن ما تجي لك الاشعار لان اصلا يصير اوريدي بريلودد، بس ان تقدر تطلع الكوليكت داتا من جهازك. اي انا اقول لك اشعار مثلا، يقول لك ان هذا لازم تروح تحمل، لا تجيب لي اشعار دقيقه، هذا اي هذه يسوون فاضيين عادي معروفين ان تحمل جوجل تجمع معلومات في جوجل، بس اذا تحمل تطبيق انت مثلا تجي لك اللي هي هذا الصفحه السلايد هذا ويعطيك معلومات. اما اغلب اللي يجمع المعلومات جوجل اغلبها اوريدي بريلودد في السيستم، ما تقدر تحملها عشان يعطيك اياها. خلصنا من ذا الشيء، فهذا ضمن اللي هي الاجريمنت وانت تشغل الجهاز. خلصنا من ذا الشيء، نجي لحق الناس احنا. انت يعني جوجل بتكشف ذا الشيء عادي عندها؟ اتوقع تكشف على الشركات الثانيه. لا كشفت ذا الشيء، الشركات الثانيه تشتكي على جوجل تقول لها انت تجمعين. ايوه تجمعين هالاول ما جمع ليش؟ شوف وسهله ذي المحكمه. ده سهل المحكمه تجي من يعني مثلا الحين لو ان ابل تجمع فيسبوك الان عندها عندها قدم. هذا الحلو الحين ان ذي الشركه مشتكي على ذي الشركه، وذي الشركه معروفه في البرمجه وكل شيء، وذي الشركه معروفه في البرمجه، كل واحد طلع خياس ثاني. هذا من صالحنا احنا جالسين. جوجل صوت تجلس ما كلمتكم، لا اتكلم لا يجي لا ابل ابل لا هل يجيني ابل عندكم 5000 امشك 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 مليون، حط جوجل محرك البحث الاساسي. نتكلم بعدين عن الاشياء، خلنا. فهذه الحركه من صالحي ومن صالح اي مستخدم ابل ان ابل تصير في ذي المشكله عشان يطلع خياسها، ومن صالح لا مو من صالح فيسبوك بس ما ادري من صالح صلاح. فالان اتوقع هل تقدر فيسبوك ترفع قضيه على ابل مرة ثانية وتقول لها تأخر الميزة؟ المرة الأولى ما كانت قضية. إيه مو قضية بس أخرتها أبل مع أن قضاء أن تأخرها ترى قلت لكم من ستة. إذا رفعت أنا قلت لكم من ستة. إيه ما كان إذا رفعت قضية أتوقع في احتمال أن القاضي يقول مثلا إذا أعطوهم أرقام كبيرة إنه شوف مطورين كثار وكلهم يسوون نفس الحركة وهذه، وأغلب الشركات عندها 15 17 18 20 تطبيق وكلهم يسوون هالشغلات، فهم شلون؟ فأتوقع القاضي يمكن يعطيهم يمكن سنة زيادة ولا شيء. هذا الشيء الوحيد اللي أشوفه لو بتفوز فيسبوك بيعطيها مثلا سنة زيادة أو أقل من سنة بس. أنا مع أنه بسرعة هذا الفوز كوبي بيست ولا الشيء هذه الشركة الثانية. لا لا هذا فازت جوجل، يعني الفوز مال فيسبوك، الفوز مال فيسبوك تأخير فقط. تأخير معلي بس إذا جاء لها شل مأخرش إنك ما تنزلينه هو معلي أنا. أي ما بنقصهم ما في يعني مان باور عندهم ولا شيء يعني ليش متأخرة يعني مثلا مشغولة عند كم ثلاث موظفين جالسين يشتغلون يطورون كم تطبيق دعم هنا كم تطبيق فيسبوك ماسنجر فيسبوك انستغرام وتويتر واتساب بزنس وش اللي بشغل نفسك يعني شو ما عندها اي شيء وشغاله ما يعني ما وبعد كنا فيسبوك لايت خلاص طقت الشركات لنا بس شركه كبيره يعني شو ليش متاخره شو اللي عندك شو اللي شاغلك يعني فما ادري نشوف قدام ايش بيسوون اتوقع ان الله يساعدهم الله يساعدنا نتكلم شوي عن عندك هذه أبيك بعد سكتت الحين ما أدري شو صار ترى تنتظر الجوجل ستاديا وانفيديا الكلاود عشان تبي ترجع القضية تبي ترجع الجوجل ده ترجع الفورتنايت بستريم عندك الجهة عشان تبي ترجع فورتنايت سكتت عندك بعد اللي هي تنزيل السعر من 30 ايه صح ايه هذا سالفتها نزلت ومش بيشتكون عليها الحين ليه مرة ثانية مشتاكي عليها رفع قضية في فيسبوك ذي متكلمين الحين ليش مأخرة ليش مغلل حق
الكبار، ليش ما غلت حق الصغار؟ ليش ما غلت حق الصغار؟ ليش ما غلت حق الشركات الكبيره؟ ابل الان، مش الان، على نهايه السنه هي لا، الفلوس هي من جهه، من كل جهه. انا اقول لك، دقيقه، انا اقول لك، انا اقول لك ابل الان ما راح تسويها، بتسويها بدايه السنه الجايه، عرفت شلون؟ لان الشهر الجاي هي اتوقع ان ابل عندها الحسب من قبل، بس انها ما تكلمت، تستنى الشهر الجاي نهايه ديسمبر. اي مبرمج السنه اللي راحت كلها مجموع دخله اقل من مليون ارباحه، راح يكون عليه الارباح اللي تاخذ من ابل بدل من 30% تصير 15%. طبعا الارباح يخصمون منها تقريبا التاكسس، معلم من هذه الاشياء، لا يعني مو بس مو بمليون صافي، يخصمون منها الضرائب ويخصمون منها اللي هي حتى لو انك تشتري سياره، حتى لو انك تشتري، معني من الاشياء اللي اتكلمك. فهذه الاشياء الان ابل بتسوي كذا من 30. ديليك قالوا ليش ابل مسويها؟ ترى ما شلون، ما شرحت انت الموضوع، ما شرحت شيبون، ما شرحت الموضوع حق لا يعني الشركات المستمعين. من 30 ل 15 لحق السمول بزنس، اذا كنت تدخل مو اقل من مليون، كان اقل مليون، اقل من 200 الف تقريبا، لا اقل من مليون، اذا كنت تدخل اقل من 200 من مليون، مليون بدل ما تدفع 30% على كل بيرتشيس او كل يعني ترانزاكشن يصير ارباح كل شيء، تصير لا تصير 15%، يعني ايش المطورين الصغار والشركات الصغار تربح اكثر فلوس، يعني يوفرون، يعني ياخذون دراهم اكثر. بس الشركات الكبيره اللي تاخذ ملايين لتطلع ذهب، هل دي ما صار لهم شيء؟ هل دي داخل؟ ما اتوقع. المشكله انه طالع، هل دقيقه، هل دي داخله من بوق المعلومات؟ لا 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 لا، يعني انا اقدر انا ابيعك اشياء واقل من مليون، صح، برضو اخذ معلوماتك ابيعها لك شركه ثانيه، بس ده إيه؟ بزنس من وراء ما ما يتدخل في عندك. اخذ فلوسك من هنا وابيع معلوماتك من تحت الطاوله كذا، هذا دخل ازيد وماشي في هذه الخيارات اللي موجوده. وهذا انا تقريبا تكلمت معاك، انا اول ما صارت القضيه ذي تقول الشيء الزين او الممتاز اللي يصير اذا كانوا المطورين الصغار يصير لهم كات وياخذون، ابل تاخذ منهم اقل، شيء ممتاز جدا وانا ادعمه. المطورين الكبار والشركات الكبار ابوهم دبلو من 30 خلى 45 عادي، ما فرقت معي. شفت تيم سويني كم راتبه؟ سنويا ياخذ كم من مليون؟ ما يحتاج كم من مليون، شو يسوي كم من مليون؟ رئيس اي اي المز توه شاري له يخت، ليش شاري لك يخت؟ شرى له يخت وفصل استوديو كامل، ماني شاري، لا اقول لك انه يعني انهم هذول ما هذول رواتبهم عالية جدا، تبي تدخل رباح زيادة نزل من راتبك عادي، انت ما تحتاج تشري يخت وتفصل استوديو كامل اكثر من 500 نفر عادي، ما فرقت. ف المطورين الصغار شيء لهم ممتاز جدا، المطورين الكبار عادي ما فرقت معايا، شركات كثير ما فرقت معايا، شركات كبيره مدخولها ذهب، الرؤساء مالين حرفيا مدخولهم ملايين، فشيء عادي ينرفع عليهم اصلا. وفوق ذي كله نذكر جريت ارتكل يقول لك اغلب رباحه اللي هي الستور 80% ولا 85% من السمول ديفلوبرز، مطورين الصغار، اي هذا كثير. فالابل خسرت فلوس كثيره الحين يوم سوت الكات، ابل قاعد خسرت فلوس كثيره يوم سوت الكات، لان مدخولها كله من المطورين الصغار مو مدخولها من المطورين الكبار. شوف قدام ايش بيصير، وشيء بالعكس انا اشوف شيء ابل الحين ابل قاعده تخسر، مشكله انه زين ليش تسوي زي كذا؟ زين الشركات الثانيه قاعده تجمع معلومات، يعني ابل تبي تجمع شلون تربح؟ ما بتخسر، تخسر بس، بس قل مدخولها، قل مدخولها من ذا الجهه، فقل مدخولها، واشوف قل مدخولها قل بطريقه بهدي، يعني لعانه تعرف تبي ايش اسمه هذا ابيك، تبي تدخل فلوس اكثر، راحت ابل خسرت من في جيبها بس غصبا عنك، والله اقهرك واطلعك مني واخلي الاصغر مني امسك احمد اللي يتمنى يصير، امسك احرق 40 مليون ما بعطيك ولا قرش. المهم نشوف الاشياء الثانيه، احنا نكمل الحين. احس ان الفيديوهات مال الاسبوع اللي راح اليوتيوبرز ما عندهم لا شيء، بلاي ستيشن اكس بوكس والام 1، بس ما ادري عندك انت يمكن اكثر، لكن الفيديوهات اللي عندي اكثر شيء ام 1.
اي بس بعدين بس هذا البلاي ستيشن اكس بوكس كومباريسون والام 1 هذا ام اللي موجود. الشيء الوحيد الغريب اللي شفته في الفيد مالي، كنت انت حط رفعت الميني مالك ريفيو ايه الايفون ميني، قلت تقول هذا تاريخي غلط، ايش ايه السالفه؟ فالام 1 الان لعب في ناس، لعب في بعض اليوتيوبر اللي تكلموا وتغيروا رايهم، بعدين في اشخاص كثار ما كانوا متوجهين لحق ما كانوا يعرفون الارقام اللي بتطلعها ابل، يحسون ان ابل ما هم يحسون ان ابل غلط اللي بتسويه. لا هم ما ابغى اشوف عامة ما هم غلطانين، مع ان ابل اكثر شركة اثق بها انا، بس ما هم غلطانين. ابل كانت تطلع جرافس او جرافس بدون اسماء، يعني شوف هذا اقوى من هذا، وشو هذا الشيب مالتنا اقوى من الجهاز الثاني، شنو الجهاز الثاني اللي اقوى من توستر ولا وشو، اعطوني شيء شوف عشان اقارنه. أول حاجة أنت لازم تعرف أبل المؤتمرات حقينهم مش موجهة. اي ادري هذا شيء جديد، ما يحطون جرافس، ما يحطون يقول لك ان هذا اقوى من ما يجيبون ايفون يقول لك هذا اقوى من النوت، إي ما يحط ما لا يحطون لا كذا. اول مره يسوون هو هالحركه، شوف أبل تسويه حق يسوونها الأندرويد لا مرة مرتين ما كذا خبري سوى، انا خبري يسوونها لا مقارنه يتمسخر بجهاز من نفسهم، يعني بس الشيب تجيب هذا احيانا مقارنه بالشيب مثلا اللي احيانا قبل. يقول لك، وفي الجهه المقابله من الجهه الثانيه انا الاندرويد مثلا ما وصل الان 4% ولا 40% او 30% من السوفت وير الجديد كذا مره جابوها. احيانا اللي ينزلون يعني الحين مثلا كذا مره سووها، مثلا سبتمبر ينزل اي او اس 10 مثلا، اها في اكتوبر اوكي، تتكلم عن التحديثات على يطلع كم جهاز صح. في 3 اكتوبر يقول لك الحين وصلنا 70% من الأجهزة الديفايسز اللي عندنا الحين عليها من يتكلمون عنده يحطونه في دبليو دبليو دي سي هذه ولا اللي يقول لك ان اغلب كم هذا نسبة ايفونات موجودة في العالم موجودين في هذا النظام لا الجديد. شوف هذه ذيك فوق، انا اكلمك الحين في اكتوبر مثلا يقولون كذا ان الجهاز الأجهزة الحين وصلت لهالدرجة. دبليو دبليو دي سي هو ذاك محطوط لحق الأرقام، ايه هو ذاك مش للمطورين، ايه ذاك اللي مع انه ما احس انهم يتكلمون. يدخلون بقوة فيه وليش ما يدخلون بقوة؟ لأن اللي نشوفه احنا غير في اللي الفيديو ايه. غير الأيام الجاية. أنت افتح موقع المطور حق قبل شوف التفصيل عدل اللي موجود عندهم، خصوصا الحين لأن الحين كله صار فيرتشوال حق السنة دي، شوف التفصيل عدل بالضبط داخل وشلون في أشياء تكلموا عنها احنا ما ندري عنها ولا تكلموا عنها بالفيديو. بالتأكيد هم يتكلمون عن، بين هم يحدثون الاس دي كي كل سنة، ايه وبينهم يتكلمون وبين عن الاس دي كي. المطورين، وخصوصا ان اللابات اللي راحت دي كلها في الفيرتشوال كلها مع المطورين، فتكلموا اشياء ما هناك. بس هنا في السوق ابل لو جيت طلع الجهاز طلع حق واحد يفهم، اول حاجه يفهم انه يبي يشتري جهاز. اول حاجه ما حد يعني ينكر ان الويندوز هو اللي ماسك في السوق في كل مكان، ويندوز ويندوز ماك بعدين لينكس. ايه. ف ابل تبي تاخذ فئه من حصه الويندوز، ايه متى تجيب؟ تتكلم عن ويندوز صح؟ الفئه اللي في السوق علي اللي موجوده في الويندوز اكثر الفئه اللي تبيع من دي، ايش الفئه شنو؟ السلك هذا ولي السلق الحين يوم طلع السلق ذي ابل الام 1 الحين بالارقام اللي طلعت اقوى 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 كم اقوى؟ اوكي، ان حرفيا اللابتوبات اللي تبيع عندنا في الويندوز اغلبهم ب 300 الى 700 دولار. اي بس هذا واقل من 700، لان لو وصلت 700 تحتار الحين ماك بوك اير اشتري ولا لا انا اقول لك يعني ايه. من 300 الى 700 دولار هذا هذا الاجهزه اللي تبيع ايه. واجد. فهذه الفئه دي هذا اللي ابل قاعد تتكلم عنها، الجراف واللي تحط يعني الحين الامون طلع عن شنو؟ ابل ما حطتك جهاز صح، بس في السوق معروف الاشخاص اللي حولك تمشي يعني لدرجه ان انا يعني قصدك انك بتقارن بالسعر. ايب اوكي والاشياء اللي تبيع ان الجهاز يعني 90% من السوق اوكي الام 1 اقوى اوكي من وهم 90%. اقوى من قال تقريبا اقوى من 98 98 98 شنو هذي؟ 98 من اجهزه اللابتوب السنه اللي راحت، اللابتوب لابتوبات السنه اللي راحت. اللابتوب واللابتوب عادي 98 ترى صدق واجد، بس ال 2% اللي باقي تقدر تخليه لحق شيل لابتوبك اللي باقي. باقي جيمنج وباقي الايديتنج. مدري الاشخاص اللي بيشترون لك الحين في اغلب اللي ينباعون ايه
اجهزه اللي هي ضعيفه، الاجهزه القويه جدا يعني مثلا الارقام اللي جابتها ابل ارقام خطيره يعني بدون مروحه في الاير وغيره خطيره جدا. علي ها علي اتكلم لك يعني ك ك ك ارم تشيب بدون مروحه وهذول. انا بعطيك اياها الحين لابتوبي انا مروحتين ب 4800 دولار اوكي. الاتش بي ام ما تشتمه الروم اللي تكلمنا عنه وذكرنا فيه زياده ايش كذا صح انه ما تكون واو عندكم في الاندرويد بس الاوبتمايز اللي عندنا في الويندوز اوبتمايز عندنا غير. 4800 جهازي لابتوبي 4800 دولار اوكي ب 700 دولار قلب اللابتوبي في الاليت. اي اي ادري ادري ما قلت لك شيء وانا يعني ما قلت لك شيء وانا اقول لك بس انا اتكلم عن ارقام الجيك بنش ما ادري رقم الجيك بنش مالك لا لا ما يوصل له في حوله ترى يوصل فيعني انا يوم طلعوا الارقام دي او قبل ما يطلعون نسبه اللي يقول لك 98% او شيء كذا قلت لهم وش الجهاز اللي حاطينه يعني اقدر اجيب لك انا الديسكتوب ريبليسمنت اللي يصير حرفيا ثيك هالكبر فيه هيت سينكس وما ادري وشو اجيب لك هذا واقدر اجيب لك رايزر بليد. ايه فالاشياء اللي احنا نتكلم الحين الامون شو بيسوي الحين ما لعب في السوق ما راح يغير حاليا. شوف الشركات الحين الثانيين يطلعون بس ما بعد يلعب بالسوق لانه ما بعد يعني ما راح ينتظرونه. لا اذا انت اذا صار بينتظرونه ما بحلوه ما بعد ينتظرونه. لا الشركات الحين تطالع تشوف الحين يلا ها شي يحطون شي يسوون شي نقلون شي لازم يعني كوبي بيس الموضوع نزل في السوق. اي ادري ايش بتسوي الشركات الثانيه. الشركات الثانيه اغلبهم يشترون يشترون ترى الجهاز الثاني حتى شركات السيارات يشترون لو يفكونه ويجلسون يحسون فيه وكل شيء. ما ترى ما في اختراع جديد داخل. اي ادري ادري بس انت ايش تبي تسوي؟ تسوي ارم. كيف بتسوي ارم؟ يلا فكه الحين ترى الان اللي سوته ابل خطوه في مثل وكل مره اقوله بس ما اعرف اقوله بالانجليزي بالعربي. وش المثل؟ ما تعرف مثل فرنسي فهمت شلون؟ مثل بالفرنسي اوه صوفيو ما اعرف اقوله ولا بعرفه بس ان المفهوم المثل ان لا تشتري اول شيء نزل انتظر السنة الجاية. دم مبني على كل شيء مبني. المثال ده موجود مثلا خربان مثل هذا. لا ما الجيل اللي بعد انا اكلمك مش الدفعة لا مو على الدفعة بس يعني انتظر لما ينضج عامة ما بلازم الجيل اللي بعده بس انتظر لما ينضج. مثلا اعطيك مثال الايباد اول ما نزل اول واحد ما في كاميرا ما في شيء ما ادري شنو كان حرفيا ايفون شاشة كبيرة تابلت لا لوح بدون ايه. ايفون كان في الفور نازل ذيك الفترة بعد بثلاث ايام بشهر بشهرين نزلوا او قبلها بشهر بعد تقريبا وشو نزلوا الايفون 4 في كاميرتين ما ادري شنو ذاك ليش ما في كاميرات بعدها ايش اللي نزلوا الابل واتش الاولى ما كانت 100% شغلها اكثر الشغل كله على الجوال بروسيسنج كل شيء البلوتوث وكل شيء بعدها السنه اللي بعدها نزلوا المعالج الاقوى وكل شيء ف هم الحين متأكد أبل الام 1 دي يعتبر مثل ما تقول فرد العضلات. هي اول السب تعرف انت اذا رحت البركه انت تعرف اللي تحط صبع رجلك تقيس تمبرتشر بارد لازم هذا الحركه يقول لك بعدين البس شماغ والبس البس البشت وكل شيء حط وانزل كذا معقل يا ولد وخر يا ولد لازم. المهم فذي الحركه تحس انه صدق ابل انا جالس تقيس الماي. اي الابهار اللي سوته الحين السنه القادمه الشركات لازم الان ما ينتظرون السنه القادمه ابل بتبدا تكفخ وتسطر في الشركات في الارقام اذا يجلسون زي كذا. السوق الكبير اللي بتاخذه ابل بتقتل الشركات الثانيه. الشركات الثانيه ليه يحطون املهم في بي سي قبل 10 سنوات او اكثر من 10 سنوات قصدك اكسري 6 في الاكسريسك في البي سي ابل اذا تمت زي كذا يعني مسكت ارم في اللابتوبات بتاكل السوق اكثر المبيعات في اللابتوبات الناس تعمل تشتري. أي أي انا اتكلم لك ان بي سي يعني بيرسونال كمبيوتر يعني كمبيوتر اكلمك الديسكتوب اوكي لا يجلسون اوكي بنجلس اكس 86 حق الديسكتوب ونخلي اللابتوبات تاكلها ابل السوق. لا لا في شركات في شركات ما تسوي اللابتوبات لازم تحول بس انا اكلمك انه اذا تموا زي كذا اللابتوبات بتموت اوكي أبل. زين الحركه لان ستيف جوبز قالها من قبل 10 او شيء اليوتيوب موجود عنده انه قال السنوات القادمه من نزل
ماك بوك اير والاشياء دي، قال السنه القادمه قدام اللابتوبات هي اللي بتاكل، ولا اللابتوبات هي اللي ماكله، بي سي حقي ما راح اخذه معي في كل مكان. الا في بعض الناس والله اللي هنا حاطين عندي صوره في ناس يروحون الكافي شوب ستاربكس. الستاربكس هنا صارت لكن مره جالس يم واحد، انا انصدمت، كافي شوب رايح جايب جايب البي سي حقك والتلفزيون شلو الشاشه المونيتور، جايب العده كلها وركبها وشغلها وجلس. والله مصور ذيك المره والله العظيم جالس طالع فيه. في فيديوهات، في اذكر في واحد فيديو لقيته ما ادري وين ترى بالفرادت، واحد جايب شاشه معاه وسوني جلس يلعب. يعني تبي الجهاز حقك لهالدرجه ممكن تلعب معني، بس انك لو ما تلعب ما راح طليت عنده، بس باقي خطوتين وتوصل الجامعه، اجلس كم ترى الجامعه هنا، تبي كمبيوتر انت بس ولا ما ادري. المهم فالسوق اللي قاعد تاكل ابل الان، اللعبه اللي بتسويها في جهاز 16 جيجا ولا 16 جيجا رام و8 جيجا رام، اللعبه قدام ايش بتسوي؟ ترى طلعت اشاعات 16 كورس انا و16، شو الفرق بين شنو؟ انا كل رام الرام الان قبل ما انزل اتوقع شوف ما اتوقع بيحطون رام اكثر لما يصغرون الداي. الرام بتحط اكثر لحق ال 16 انش 100% 100% 16 انش. اوكي 16 انش ما والله ما يعني كم بيخلونه 16؟ شوف الحين كم 4 و8 صح؟ شوف 8 و16 الحين 8 و16 8 و16 يعني. لكن ما كلت اماكن الثانيين، يعني الماك بوك برو 13 انش باربع منافذ في 32 تقريبا توصل، فالان لو خشيت الماك بوك برو انتل تنزل تحت في 32، بس ماك اللي حطينا فوق ذا الانتري ليفل، الانتري ديفايس هذا البدايه اللي فوق الدخول، بس تنزل تحت الابجريد تنزل تروح حق انت في 32. ف ابل الماك بوك او برو 16 انش مال انتل، هذاك مال انتل ذاك الريبليسمنت اللي بيصير عليه، شنو هو اللي يعني اللي بيصير فت على نفس السبيكس او اللي بينزل على نفس بيكون محل اللي فيك ما بعرف تقول ايش بيحطون بدال في نفس الموقع بدل الجهاز اللي بينشال هذا ذا اللي بيصير مكان اللي بيتغير للريبليس. انا ضيعتني والله ما ايش تقول الحين. الجهاز موجود في موقع ابل، ايش الجهاز اللي بيشيل ذا وبيحل مكانه؟ تتكلم عن 16 انش؟ ايه 16 انش نفسه بيشيلون انت. اي قل المواصفات يا رجل تحبتنا المواصفات لا لازم يتحمل المواصفات يعني. شوف ما اتوقع بينزلون 16 انش الجيل هذا يعني مع الام 1، شكله مو بينزلون ام 1 16 انش، يمكن مع الام 2 بينزلون 16 انش خلاص شكله. ولا شلون تتوقع بينزلون ام 1 16 انش؟ شوف عندهم خيار ثاني، ليش ما يسوون ام 1 اكس؟ اوكي بس احس انه بعد حرفيا والبرو بعد ال 13 البرو 13 احس انه ظلمينه كذا بهالقوه. مظلوم؟ مظلوم اذا ذاك عنده المعالج يفرق عن هذا. هو شنو هو ذاك بيصير جي بي يو فيه برضو بيصير في جي لا يعني هذه المشكله هذا بمر عليه هذا الكلام بمر ذي ثاني سلفه ثاني سلفه ثاني سلفه الجي بي يو سلفه ثاني. ما اتوقع لو بينزلون جي بي يو ما اتوقع بينزلون بالام 1، يمكن ينزلون بالام 2 اذا بينزلون يعني جي بي يو اخر او جي بي يو مفرد مخرج. مع ان الافشنسي مالهم كلها والترفيع مالهم القوي في الافشنسي كله بثبت انه على داي واحد السوبر يعني حق اللي السوبر اكسس ميموري موجود وكل شيء فبول واحد. فإذا حطوا جي بي يو خارجي بيصير عندهم يعني لوس باور، بيصير يعني يستهلك قوة زيادة دقيقة ما بيقولك يعني يستهلك قوة مقارنة باللي قبله يخسي ما يوصله ما يوصل حق مالك حالي مالك يشرب ذاك يقول لك حط تعرف المجهزة صغير على خفيف حتى لو نحطه على جي بي يو خارجي وضبط حجمه أكبر بطريقة. بس إن هناك ذاك بيقارن بنفسه يعني ال 16 مال انت بيقارن منه يعني تقارن الام 1 او الام تقارن ال 16 ابل بال 16 اللي بعده بال 16 انتل ايوه فبذب من نفسه. اللي بيصير الحين اللابتوب ابل الحين الموجود هذا اعلى شيء يقدرون يحطونه في البطاريه
اللي كان 89 90 96 96 هي 100 ايه تحت ال 100 اذا ما خاب ظني. فهذا الاعلى شيء بيحطونه. فالان قانونيا تقدر تدخل بطيارة في امريكا في امريكا يعني. ايه. هذا الاعلى لو عندك اعلى عادي يعني تطير في مكان ثاني، بس امريكا ما ترضى تطير غير اكثر من 100 وطاور. المهم الحين الاشياء اللي بيقدرون يسوونها قدام نفسه يقدرون يحطون شوي معالج اقوى متعطش اكثر. هذا اللي انا افكر فيه، افكر انه يعني يستخدمون الديزاين مالهم الحالي، ما اتوقع انهم يغيرونه اذا بينزلونه قريب، بس بينزلون يعني شاصي جديد ولا شيء. بس الاكس يقدر ينزل بسرعه عادي يعني. لما بتكلم عن الاكس انا اتكلم عن نفس يعني الشاصي من داخل، يستخدمون نفس لان الحين مثلا في الاير حرفين شالوا المذر بورد وحطوا البورد الجديد مالهم وزادوا البطاريات بس. فنفس الحركة في فأتوقع أنهم بيظلون يستخدمون المروحتين والهيت سينك الكبير مالهم. الهيت سينك الكبير مالهم يمر على اللي هي الشيب الداي حق اللي هي الجي بي يو والجي بي يو في داي حق جي بي يو يصير جيب ستون. يلا يا أنها أقول لك إنه يعني في مكالم داي جي بي يو. إذا ما بيسوون كذا ما أتوقع أبل بتحط لك هيت سينك مع مراوح وفي فراغ حق مكان الجي بي يو. ما راح يحطون لازم يصير يعني متوقع في عندهم هذا يصنع عندك شيء جديد بيشيلونه يمكن مثلا. لكن اول حاجه المشكله اللي ابل الحين مواجهتها او ان نفس المعالج نفسه ما في الكلوك او الفتحات ما يتحمل مداخل اكثر. الام ان الحين ترى مدخلين بس في يو اس بي سي متركب فيه. هل أبل ما تقدر تسوي؟ تقدر تسوي، لكن أتوقع أن فرد العضلات حطته كل القوة ما تبي تزيد الأشياء كل القوة على البرفورمس. خلنا الحين نشوف ذليك شو بيسوي. يقدرون يستخدمون مثل شركة أجهزة ثانية مثل يعني مثل الكونسولز اللي يحطون عندهم يحطون تشيب نورث بريدج عشان حق اللي هي المداخل. ما هي تقدر أبل، بس إن الحين الأجهزة اللي نزلتها كلها على الانتري معك ويرفعون مثل ما قلت أنت الشب حاليا اذا ما خبطني بعد حتى الباند ويذ مالهم قليل هذا اقل. هذا ليش مداخل ما اي اي بعد الباند هذا اي هذا ليش مداخل كنترولر نورث بريدج و هذا انت طبعا الكلوك سبيد ما هو باند ويذ فما يرفعون الكلوك سبيد لازم يحطون احنا شب باند ويذ اعلى. نتكلم احنا على الام 1 انا اكلمك لو ينزلون ام 1 اكس ترى القفز ما اتوقع. شوف ما اتوقع اي معلي لو بينزلون ام 1 اكس لما يعني تعرف اللي يقول لك انا قلت ما قلت انا مساعه قاعد يقيس تمبرتشر حط صبع رجله لما تحط رجلها أبل. لا الام 1 اكس في الام 2 ام 2 طيب ام 2 دي وقت الام 2 اتوقع يقدرون يحطون ام 2 اكس حاليا لان الام 1 لا تتوقع ان شفت انا ليش اقول لك كذا. شوف القفز بين الـ 8 وولف والـ 8 وولف اكس في الارقام وفي في البرفورمانس كيف والاداء. اي واحد اي وشو الـ 8 وولف والـ 8 وولف اكس في نفس السنه بينه وبين شهر ما ادري شهر وشوي. شفت القفزه الـ 8 وولف اللي ما جابه في الـ A14 ما جابه في الـ A13 ولا شفت القفزه ذي تحس انه بالقوه اللي محطوطه تحس انه شيء ثاني موجود. فالام 1 اكس مثلا يسمونه الام 1 زي بيصير او اي ف لا لعمتها ان عندهم الثرمال سولوشن مال ابل حاليا يعني موجود على جهازك ما بقول لك خطيره بس ممتازه جدا. واذا تتكلم اذا شالوه وحطوا ارم داخله خطيره جدا خطيره جدا. اتوقع انه لازم تشوف لها حل ما ادري. وتكلمنا عن هالشغله هذه من قبل ان اللوجيك نفسه بالهاي كلوك سبيد جدا هذا لازم ابل تختبر وتشيك ان اللوجيك يستحمل لان حتى الان ما عندنا انفراستراكشر حق انتل حق قوي كذا اي ام دي ارم قوي كذا اغلب اول ارم الان اغلب اللي هي الانفراستراكشر حق ارم اللي يصير قوي هذه الا حق السوبر كمبيوترز والفورمر فورم سيرفرز ما ينفع حق اللي هي محمولين بس الحين فتحت المجال الحين فتحت فالان انا اقول لك انه يعني تحتاج يمكن ابل سنه الى سنتين تسوي الفاين ديتيلز يعني تكوك السنه للسنتين دي اللي عندك
تتكلم عنها اللي طافت وقاعدة تختبر ولا اللي لا 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 اللي جاي يعني يعني السنة يمكن قبل سنة يمكن كاوكاو جاهزة أو قبل 4 سنوات من قبل كاوكاو جاهزة ليش تتكلم أنت لحق اللي إذا طلعوا للي الكونسومرز في بعضهم الكونسومرز نفسهم يقدرون يحرقون الجهاز ويشوفون مشاكل لأن أبل هذا أبل يعني المشاكل أجل اللي صارت مثلا ما عليه أجل 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 ما يحتاج تنتظر سنتين تنزل عشان تشوف اللي حرق إيه هذا يعني ليش تنتظر إيه هذا أبل نزلته عشان تشوف خلق الله شو يسوون طيب وحق المطورين بعد وحق العالم وحق اي ادري وحق الشركات شنو يطلعون يقول لك ان الجريم بس ما تقدر تسوي زي كذا الا لما تنزل زياده وحق مايكروسوفت عشان تقول لها الار تي تابلت ما ينفع ار تي سيرفس ار تي اكس اي لا ار تي هذا القديم الكبير شغله غريب فالويندوز ذا اي ويندوز هذا اذكر محمد اخوي كان يبي طيب فالحركه يقول خطير فالحركه ذي اللي بتسوي الحين ابل قدام الحين دقيقه هي فتحت الباب 8 كورز لحق الجي بي يو 8 لحق السي بي يو والنوع الاقل في الماك بوك اير تقدر تاخذ في 8 8 وتاخذ 8 7 في الجي بي يو 7 الحين يقول لك مع انه يعتبر نفس الشيب يعني شغل سوفت وير نفس حركه تسلا حركة تصلع ليش يروح بعيد برجع البفورم... حق... لا لا البفورم برجع حق أبل حق اللي هي ال A12X A12Z لا تصلع اللي هي البفورمس مود البفورمس مود كلها سوفت وير يعني في 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 ناس يسوون لها هاك يعني شركات وذي طيب ال A12 أخبار قامت تطلع عليها نبرو بمية المية عاد تشتغل عليها بتكون بتكون هذا الخطوة الثانية هذا بتغط رجلها على قولك لا لا هذا لا انت اليوم الليمون حطت صباعها الحين تحط الرجل عشان تتعود على درجه الحراره بتفتح الحين 12 كورس بتوصل اوكي اوكي هذا حالي هذا الحين رجعت المار يعني بالكورس بس يعني حق المورتل يعني مولتيبل حق الايديتنج اي مولتيبل اوبريشن مثلا حق عمل كثير في نفس الوقت اكثر من شغله في نفس الوقت حق رندرات وغيره اي بالايديتنج هذا الفتح اللي رجعت حق المكان اللي طلعت من حاليا اللي يعني الموجوده فيه حاليا لانه ما 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 بتشيل البرودكت يعني ما بتشيل اللي هي 16 وما بتحط شيء مكانه لازم تحط شيء مكانه عشان تشيله هذا يعني تجيب تشيل لك واحد مثلا تشيل حقي اذا اذا جابه اذا طلعت 9 كورز و... اي اذا طلعت مثلا اللي مثل ما قلت 12 كورس في الام 2 هذه يمكن مع الام 2 مثل ما قلت انت يحطون لك يحطون نسخه اللي هي ال 16 انش برو وتظل مثلا يقول لك سنه طبعا ما اتوقع ابل بتحدث ما بسوفت وير تكلم هاردوير بتحدث اللي هي الانتل اللي هي انتل لابتوبس الانتل برودكت عامه كلهم يعني كمبيوترات وديلي يمكن السنه الجاي ما تدري ما اتوقع يحدثونهم هاردوير ما هو بسوفت وير يعني هاردوير يعني يغيرون لانهم قالوا انه بتشتغل مع جوجل مع انتل ما ادري قالوا ذي السنه والسنه الجاي يمكن باقي معاها يمكن ما ادري بس بتوقف ولا بتوقف ما ادري ما عندهم شيء انتل يرجعون بس المكبره مثل ما قلت انا تحطه مثلا مع جهازك ويظل يبيعون جهازك اللي هي انتل وان جهازه سنه الى سنتين مثلا بالكثير بعد جهازك يختفي يوم وليله كذا فجاه يختفي من الموقع من الموقع بس وخلاص وننسى انتل وفي ناس طلعوا عشان لو تذكر في ناس طلعوا كثيرين يتكلمون يقول لك ابل غبيه لان حولت الحين يوم الموبل تشيبس استنعشوا وبسبت اي ام دي معايا انت يوم AMD قامت تسوي شغل خطير أبل قامت تسحب على يعني يوم جينا الحين صج في الموبل تشيبس يعني الموبل تشيبس قصدي اللابتوبات شغلات المحمولة من هاللابتوبات يوم استنعشت و AMD جات بقوة و تي بي دي نازل حرارة أنزل كل شيء كل يعني حرفيا أفضل في كل شيء يوم جات الحين AMD انتل اللي هي ابل راحت حق ارم هذا الشخص اللي يقول ذا انت تقدر تقول له هي ما بغلط عندي انا ذي الكلمه انت جاهل في ابل ما معك اي معك اي معك لا ما تعرف
انا معني قلتها لك، انا قلتها لك انه يعني ليش ما راحت هناك ولا ما اخر سنتين حولت، اخر سنتين يعني عادي اخر سنتين بس تخبط ام المطورين ذيلي. وين مطور انا اجيبك اجيبك يظل نفس اللي هي الارتكاستشر من انتل اي ام دي نفس الارتكاستشر الاكس 36 وليش تحول هناك وهي تبي تحول اي عادي بس اخر سنتين هذه عشان يعطونك احسن بيرفورمانس اخر سنتين لان اللي مخرب اجهزه ابل في اللابتوبات في الاونه الاخيره انتل انزين ما عليه خلاص هذا وصلت اي ادري في اخر سنتين كل الناس يدرون انهم بينتنزل ترى انتهى مشاكل هي مع انفيديا اذكرها لحد الدعسه انا اخر لابتوب اللي عندي ايتو ايه. هذا اللي بجلسه مع الفيديو ما ايه. ايه. لان ايش كنا نقول ايش كنت اقول ابل مشاكلها الكثيره كلها مع الشيب نفسه بسبه السي بي يو مال انتل انتل اللي جايب العيد خلاص الحين المفروض هم المفروض حولوا بسرعه مع انتل ثاني شيء هم دائما يقصون انتل السنه الجايه بنوصل 10 والسنه اللي بعدها بنوصل 12 الحين كم الحين 14 في مانيفاكتشر بلس 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 المهم فاحنا خلاص اكس ال 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 الدخول دخلت ابل خلاص الحين خلصنا من المعالجات ما نبي اكتب بس سمعت عن لابتوب انتل نيو لابتوب شو تبي تسوي انتل انتل بتنزل لابتوب ماني فاهم انتل نيو لابتوب از ديزاين تو هيلب سمول كومباني تيك اون اتش بي اند ديل ما فهمت انا شنو ما اتوقع يمكن نزل هم هم ينزلون ديزاينز وغيره حق سمول كومبانيز ينزلونهم ديزاينز ويعني اللي هي كان والله كان ايسوس اذا تصدق يشبه ايسوس يشبه ايسوس على والله اسوس على ماك على ماك انتل سيز از جول وذ ذس كمبيوتر از تو بروفايد هذا انتل انتل تبي هذا حق سمول كومباني سو يعني لابتوب تو سمول كومباني سو ذات شوف اتوقع انهم يبون دقيقه نشوف يبون يسوون حركه مايكروسوفت ويندوز مايكروسوفت السيرفيسز اللي عندهم لا 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 هم لابتوبس أهم انا اقول لك الشركات الصغار لها مده الحين قامت تحول من انتل ل ام دي لانها ارخص اقل حراره وبسبب انها ارخص اقل حراره يعني نفس اللي هي الهيت سينكس وكل الماتيريالز ارخص تصنيع اسهل تصنيع كل شيء احسن بس الاشياء اللي بتسوي هم الشركات الصغار والاجهزه الصغيره وحتى الاجهزه الكبيره الحين كلهم قاموا يحولون قامت شوي شوي تحول ل لانتل لام دي قصدي فهمت شلون لان ما حد غلطان اتوقع ان انتل لازم تسوي جهاز انتل الحين نزلت اللي هي نسيت هذا الحق الاوفر كلوك جهاز لهم نسيت والله شيء استخدم تقريبا يستخدم طريق المهم ينزل سب امبيت اوكي بقى في النهايه الحين ينزل سب امبيت وهذا يبون يشتغلون مع الشركات عشان يقومون يصنعونه ويبيعونه لانهم ما جسوا عدلوا جهاز ما جسوا عدلوا الشيب مالهم خلوها تطلع يعني الهيت بوت هي الهيت اقل لا راحت ونزلت ايش يسمونه اجهزه عشان تبرد الجهاز وتقوه هذا الحل اللي كان في حلول الناس اللي يبونهم في بعض الناس هكذا المشكله ان هذا كله اللي تسويه في النهايه مبرد عدل مع شيب AMD تجيب لهم معني انا اشوف ان الاشياء دي اللي قاعد نوصل لها الحين انتل ابي اشوف قوه المعالج اللي تبيه في نظرها خلي تنزل لابتوب انا ابيه تنزل لابتوب بس مو بحق هيلب سمول كومباني لا ابي 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 لابتوب فرد عضلات ما انت ما شركة أدري بس انا ابي هي تساوي ان شاء الله قصدي خلينا نشرح هذه مو بلابتوب بتبيعه انت اللابتوب دي عشان تساعد الشركات يصير عندها رفرنس او مثال عشان يصنعون نفس بيكسل الحين بالنسبه لي نفس بيكسل بالنسبه لي بس انا ابي اشوف حتى بعد سناب دراجون كوالكوم عندها جوالات ما عندها جوالات وصلت حق المطورين وهذول واذا اذا اذا اعلنوا عن الشيب مالها تشوف الجوال كبير مربع وذيلي فانا ابي اشوف لابتوب من انتل اللي في مخ انتل شنو الاداء اللي تبيه موجود يعني تحط عند رجلك يعني بيحرق رجلك ابى اقول لك يلا سويت انت
اعطتني اياه، احنا صاروا عندنا مو بكويس. يلا ابيك انت ورني انت شو اللي عندك، ورني ابي اشوفه، ما تبي تقطع، لا ورني، شق لي شاشه وشق لي كل شيء واشوف اللي عندك شنو كذا. هذا اللي ابي توصل له انتل، فنشوف قدام. احس ان انتل شوف قدام، انتل لا نشوف قدام، انتل شوف شوف, شوف, شوف. إذا, اذا 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 الشركه عندها احساس الاهانات اللي الاهانات اللي جايه ذيك قويه، لازم تشغل لمبه في المخ. يعني الاهانات اللي جات لحق سامسونج السنوات اللي راحت حق معالجها، ابي اشوف اللمبه اللي بتشتغل بعد شهرين مع المعالج حقها، ابي اشوف اللمبه دي اللي الحين اقوى معالج، ابي اشوف ايش تسوي قدام، ايش اللي بتشغل. اتمنى انه يسوي شيء ابهار، انه بس مش بس ارقام، ورني فعل. ما معك على الاقل، يعني مثلا مثل ما قلت انت، الشركات يدر يمر عليهم يعني حتى الريفيوز مالينهم الكلام والمشاكل كلها. يعني الشركه نفسها تسمع البرودكت، مشاكل تجي لها وكل شيء حلو نصلحونه، بس انتل ما تحسسك انها عايشه معانا، ما تحس ان انها جالسه على 14 نانوميتر شيء ما بغلط، يعني شيء صح رجعي. جالسه تحس انه لا عادي، احنا 14 نانوميتر عدل، ارفع الكلوكس بيتخلى 5.2 جيجا هرتز وحرفيا تطبخ عليه بيتزا كمبيوترك، ما تقدر تشغلها بس ما تشغل تطبيق لعب ولا شيء، تطبخ على بيتزا. نشوف هنا قدام شو يسوون. لازم تطلع هي وتتكلم لازم تحسسك. شوف لازم تعتبر الشركه ما صارت شركه، لانهم ترى رجعوا من ناس كثيرين، رجعوا من الناس اللي يقول لهم من الهيديز مالينهم من ايامهم، رجعوا من ناس كثيرين شغالين يقول لهم عندهم مشاكل، بس اللهم ما لي ما ادري ييلد عندهم. شوف وعندهم مشاكل نفس اللي هي هذه حقوق توزيع، حقوق بس طب شوف توزيع. كشركه اذا ما حست بالاهانات اللي تجيها، حقوق فكري قصدي، كشركه ما حست بالاشياء اللي بتصير لها كذا، تحس الفلوس اللي تنقص، لان هي مو بشركه خيريه مستويه، تبي فلوس، تبي ناس تبي يشترون منها ناس. فنشوف قدام. انا التنافس انا بي ما تخيل انت اللي تطلع لك كذا فجأة بوم معالجات ار، ما بحلو ترى، ما نستفيد. لان الويندوز ما شلون، وين البرامج اللي بدعم، هم شغالين على ار بس بند. المشكله هذا، المشكله انك كيف يبي لها موضوع ثاني الاسبوع الجاي. لا لا وقف وقف، ما نبي نتكلم عن ذا الموضوع. لا دقيقه، اي ام دي ندري انه شغال على ار، ARM GPU ARM CPU يعني شغال على ARM. هذا كله الأسبوع القادم معلي، بس نبي نسوي موضوع كذا، نطلع عن بلاي ستيشن، نطلع عن شو، عن يعني نطلع عن الـ M1، أو ما نتكلم عن الـ M1 ولا الايفونات إن شاء الله إذا في قدام، ونتكلم عن نتخيل الرفرنس بيكون عندنا M1 اللي هو موجود صح، لكن نتخيل ويندوز تروح وتسوي يعني نظام الويندوز هذا يشتغل على ARM. هذا شغال كيف؟ لا قصدي هذا المشغلين على نسخة ARM. ما هذا مشكلة لو بنفتح الموضوع الحين، من ليش طوله وهالمدة كثير، ما راح نواجه وش المشاكل اللي بتصير وش الأشياء، وهل بيشتغل ولا ما بيشتغل. أبل تقولي، بقولك بيشتغل جاهز 100% شغال، ما برامج دعم شغال، دعم موجود، شل اي برنامج تبي موجود ترى يشتغل عندك هنا، حتى لو ما كان مش شغال موجود عندك شغال ما في اي زي يعني. هذه المشكله هم شغالين الحين اللي هي مايكروسوفت على من متى هذا بالضبط، انا اقول لك انهم مطورين واجد الجهاز حق دقيقه اتكلم انهم شغالين الحين على نسخه ويندوز ARM وشغالين بعد على ايميوليتر حق اكسري 6 الى ARM، ومفروض يصير لوسلس يعني طيب. يعني يبون يسوون نفس روزاتا. طيب يبونك يعني تشغل العاب وتشغل كل شيء لوسلس ما تخسر. ما علي، الشيء اللي بيسوونه الحين ترى حلو الحركه، ما نبي شوف في اشياء كثيره، لكن احس ان ذب هو شوف ذا الحاله. لا لا اي دي خل اذا ما تخلص الموضوع الكلام كلام 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 احنا بس نتخيل الكلام كلام. لا لا نتكلم كلام مايكروسوفت، كلام مايكروسوفت قالته كلام كلام، ورني بعدين نجي نتفاهم. ما بتوريني، خلني اشتري، ما بتوريني. لا يعني طلع مو بورني يعني ان لا طلع ويندوز، طلع الهي برودكت، طلع صج يعني شوف، نزل جهاز، لا شوف الاداء. ما راح يفيد، وشو ما راح يفيد، تنزل لي جهاز، تنزل لي جهاز هاي على ويندوز
على ويندوز ارم اي ما راح يفيد. ويندوز اكس نتكلم بعدين ما راح يفيد. لو وش بتكلم تنزل لي هناك اي برنامج يشتغل عليه مثل ما قلت لكم شغل بتشغل السيموليتر على 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 نظام ثاني. لا 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 هم بيشغلون اميوليتر حق كل يعني حق لاب ما راح ما راح اي ما عليه الاميوليتر اللي بيحطونه زين رجع ما عليه اللي بيحطونه الحين ذي الحركه ان اذا ما في نفس حركه روزيت ما عليه ما عليه اللي بتشغلها الحين انت اول شيء حليت 32 بت ولا 64 بت البدايه كم لك سنه الحين محليته سألهم والله ما ادري من متى نزل 32 بت 64 بت من متى نزل انت حلها دقيقه انت حل دي في اشياء علي لو 99 علي لو تفك مخك في اشياء انت ما قدرت تحل ديلي انت ما راح تجيب لعبه قويه وهالاشياء وتجيب لك والجرافيكس كارد خارجي ولا بتشغل على الارام لا ما نبي لا 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 دقيقه لا تقول لي فئتين لا لا شوف شنو فئتين لا تقول لا لا بتكلم عن ارم بتكلم عن ارم بس بالحاله بتكلم عن ارم بالحاله ما تحس ان الموضوع ده لازم يصير بالحاله يصير بالحاله بعدين عاد خلي اقول هالشغله ان مثلا نقول لك هم مسوين بيسوون الاميليتر مالهم اللوسلس المفروض ما تصير ما هذا كلامهم ما شفني شيء اهم شلون اذا شغلت مثلا مثل ما يقول ديسكورد ديسكورد الحين ديسكورد ما في نسخه ارم في نسخه ارم للجوالات بس ديسكورد يعني ما في نسخه ارم على الديسكتوب فانت تشغل ديسكورد ويشتغل على الاميليتر ومفروض يمر كنا روزيتا اللي عندكم يمر ما في مشاكل يمر كنا شغال عدد طبيعي ما يعتبر الميليتر اللي في الماك وشو البرنامج نفسه هو 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 من قطع البرمجة تقريبا هو اللي اول ما تفتح البرنامج يسوي لي كومبليشن نفس البرنامج يشغل نفس الكودينج والاشياء دي ترى ما يعتبر شيء مش موجود في جهازك هو ولا الاشياء هو مثبت في جهازك وكل شيء ما يشتغل شيء خارجي ولا شيء ده الشيء اللي ما يعني انت ما تقدر هذا اتوقع انهم شغل انا متاكد انا انهم شغالين بقوه على سالفه اللي هي اميوليتر ولا نفس اللي بيسوون هل بيسوون ريكومبينيشن حق اللي هي الكود نفسه ويحاولونه يترجمونه من اللي هي اكس 6 لارم وتثبت مثلا في التثبيت يطول شوي عشان يحوله لان حتى الريفيورز تشوف الحق ام تشوف تضغط على البرنامج يطلع لك الخيار تقول له اوكي عشان يحاوله ولا ايه وتشوفه مثلا بعضهم يقول لك شوف قاعد يضغط على البرنامج ما بعد ينقز ما كان ينقز هذا الوقت قاعد يحاوله هذا اودي يحاوله كل مره ما يحاوله مره واحده من التثبيت مثلا لا مره واحده بتضغط عليه تقريبا ما بركز عليه كثيره بس الفيديوهات موجوده فيه هذا تساعد اللي هو الباند وذ مالكم ما بالباند سرعه اللي هي الرام لانها موجوده على نفس على نفس الدايف اليونيفاي بول اللي هي قطع بول واحد من الرام او تكنيكلي المهم هذا يساعد على السرعه عشان لو انه يترجم ريل تايم مثلا تكنيكلي هذا سيميليتر هذا ميليتر هذا اقول هذه المشكله ان اقول لك انه في نفس الجهاز ما بلازم سوفت وير الاميليتر اللي هي كلاود بس انا اكلمك انه طيب الاميليتر اللي بتحطها لك هل لازم انترنت ولا مش لازم انترنت هذا قلت لك عادي هم بيسوونه بلد ان في النظام الكلام كل برنامج بتحمله غير البلد ان في النظام كل برنامج بتحمله ايه هم على كلامهم ان الفكره انك هو انت عندك دقيقه الفكره ان عندك ارم واللي هي عندك ويندوز مال ارم ويندوز اكس وتستخدمه وخلاص بس مايكروسوفت ذا سيرفس اكس خربان لان مو ويندوز على ارم ما في الاميوليتر اي هذا في الاميوليتر في اميوليتر وقف 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 ما في انا ادري في الاميوليتر الحاليه ما هو بالاميوليتر حق ويندوز اكس المعالج حقه شنو 855 تقريبا كوالكوم معالج جوال معالج جوالي اصلا المهم 155 المهم شو اسمه كيو اكس شغله مايكروسوفت اكس لا لا مو بالتشيب نفسه لان ما لان الاجهزه الثانيه نزلوا المعالج نفسه ما اشتغلت مع كوالكوم مايكروسوفت ونزلته معدل على الشيب نفسه فخلنا الحين الموضوع ذا الموضوع لازم الاسبوع الجاي مثلا او قبلها يعني الحين بما جت الاجازه نقدر نحط بين 3 ايام 4 ايام نطلع في موضوع كذا ونجزئهم يعني بدل ما يصير كثير سوالف مش بودكاست كذا او نقدر نسوي مثل نانون ديل او وين ده اي عندي اللي هي ديمون سولز اي ديمون سولز بلعبها كامل لايف ستريم
نقدر ننزل دي من صوت ونلعب لايف ستريم. عد اللايف ستريم اول شيء. اوكي من بتجلس الشيء ارجع لا يمكن يتعدل ويتعدل ان شاء الله. اتوقع انه تعدل لان الواي فاي نفس هذا عندي 3 ايام ما ادري من لانه ما نزل تحديث بس لا 3 ايام ما فصل الواي فاي. 3 ايام شغال عليه 24 ساعه وقاعد يحمل وكل شيء يحذف ولا فصل. المهم يمكن تعدل نشوف او ان اقدر اروح الصاله ونستخدمها مثلا في الصاله ونشبك بايثرنت. هل ركبت الايثرنت ما راح يقطع ما يفصل؟ نروح عين نجرب نشوف عين المهم هذا الشيء. بس لازم ارم ذبل حالها نتكلم عنها قدام ونشوف يعني نجلس عن 3 ايام تفتح وتبحث مثلا هل ارم راح توصل ما راح توصل بالحالها لازم شركات ينزلون تقتل سيري 6 ولا لا الاكس. انت قصدك ما تنزل بالحالها الاكس 86 الاكس 86 هذا المعالجات او اللابتوبات او الاجهزه اللي فيها المذر بورد او لوحه الام في الاجهزه اللابتوبات اللي عندكم اللي يكون معالج الحاله الرامات تكون مثلا تقدر تفصلهم وتشيلهم وتحط يعني اللوحه الخضر اللي داخل الجهاز كبيره فيها الجي بي والحاله والسي بي والحاله الاشياء دي هذه التقنيات الموجوده الاكسري 6 ولا لا تقدر تقول بس الاكسري 6 ان هذا المعالج الطبيعي الموجود في اللابتوبات هذا في اللابتوبات الارم الجوال والجوال حقك يكون مذر بورد او لوحه الام صغيره فيها تشوبات صغيره بس التشوب الاساسي اللي هو السي بي يو ويكون في داخلها مثلا الجي بي والاشياء دي اللي احنا قاعد تسويها بل وفيها الرام اللي كانت كبيره تقدر تغير كل شيء موجوده فيها يعني سيستم كامل القطع الكبيره كلها يعتبر هذا الام كلها بذي قطعه واحده صغيره في التشيب في القطعه الصغيره دي اللي موجوده غير المعالجات واللابتوبات اللي عندنا موجوده الحين مراوح وهنا الرام وهنا الجي بي والسي بي والحاله كل شيء مفصول يسرب اول شيء يسرب بطاريه كثير من الاشياء ثاني شيء دي لصريبي شيء يروح ياخذ من هذا وده هذا الرام موجوده من هنا السي بي ياخذ من ذا الشيء وده الشيء الاشياء دي اللي قاعد تسويها كلها كان في سيستم واحد اسرع وكل شيء يعني مثل ما تقول ما تجي تقول ما تقول صبح حق لنا لبن ما صبح ما تجي بس قاعد تقول مثل ما تقول كل شيء عندنا كل شيء في نفس يعني في نفس البيت في نفس المكان قاعد بجيب مثال يعني كأنه مثل ما تقول اوكي عندك البيت انت عندك بيت اوكي خلاص ما يحتاج اشرحها في جهه ثانيه حقنا عندك بيت هذا البيت انت ساكن في بيت هذا مثلا انا ساكن مع معالجات الاكس 86 اكس 86 هذا في بيت لو صرت تبي شيء تطلع من الغرفه وتروح تنزل الدرج وتروح تروح حق مثلا تاخذ مثلا الماي مثل من المطبخ وتروح تنزل تاخذ المطبخ مثلا هذا يجيب لك كذا مثلا المعالجات ارم اللي حطتها ابل وكل شيء لا انت ساكن في غرفه والبيبسي محطوط عندك والبيبسي عندك في الميني فريج فترفع ايدك وتاخذ ايه. تبي الشيء مثلا سويت امر في الكمبيوتر يمك كل شيء في غرفه تروح تاخذ الشيء وتجي تبي بيبسي لا دقيقه دي الحلو احسن لك تقدر والله المثال حقي والله حلو والله ما ادري كيف جبته تبي مثلا تبي تبرد مكيف صغير يبرد المكان يبرد المكان كامل عندك في الغرفه صغير ما تخسر شيء ما تخسر كهرباء والله العظيم مثلا شوف كل شيء ينطبق أيوة والله غرفتي خطيره والله هذا ارمن غرفتي انا ارمجل تبي تشغل المكيف تبي تشغل الهيتر ما تطلع تروح تشغل الهيتر برا تلقى شوف هناك عند السرير ورا ورا الكاميرا كل شيء هذا ارم هذا اللي قاعد تمشي ابا بس ان القوه هناك هناك في مثل البي سي الجي بي يو حقها كبر ذراعي يمكن توصل قطعه المعالج رسميات ابل في صغار بس ابل هذه كبرها قطعه صغيره داخل في البي سي بي لا الكبيره هذه جنب شوف نانوميتر يعني وصلناها اوكي المهم فالقطعه هذه داخل في نفس المعالج هي القطعه دي فيها مثلا نقول كذا مثلا ذي كبيره الراجل معني ذي فيها المعالج وفيها السي بي يو وفيها الرام وفيها النيورال انجن الاي اي انجن اي كل شيء في القطعه الكبر اما الاكس 86 هذا هنا المعالج هذا كبره مثلا وهنا المعالج الرسميات مثلا كرت الشاشه الاشياء الكبيره فهذا لا اذا مثلا اذا بتقارنها نقول لك باللي هي
ال 13 انش ماك بوك ويا 13 انش ماك بوك مع الام 2 اللي عندك اللي هي الشيب ما في جي بي يو صح؟ ما في جي بي يو عندك اللي هي الشيب وطبعا مسوي له ديلت يعني الداي لانه مو بالجي بي يو وعليه الهيت سينك وتحت اذا ما خاب ظني كانت في اللي هي اربع بول شرايح للرام وبعدها في اللي هي هذا تتكلم عن من 15 او قبل من 12 اي ان شالوا ما في سلوت ملحمينه وجنبه تقريبا موجود اللي هي هذا اللي هي نون فلاش اللي هي الذاكره نفسه كل شيء ملحبته ابل مو بشبكه بكيبل عشان تعطيك قوه احسن بس يظل انه موزع الحين كلهم داخل في قطعه واحده اسرع شيء موزع اذا كل من تجمعهم كل من تقل التريسز كل من الليتس يقل السرعه تقل كل شيء تقل فالحين هم حاطينهم على تشيب واحده حرفيا التريسز او الخطوط اللي تشوفهم في المذر بورد ما تبين فالموضوع سريع جدا المهم خلاص من الشيء خلاص لازم نسوي معال لا بس خلاص محتاج هذا لا في اشياء لا في المستقبل والاشياء خلنا لا في المستقبل اللي احنا نتكلم عن شنو انتل او معالجات الويندوز بتسوي قدام معالجات دي شلون لو تروح ارم الاشياء دي أوكي. طيب نروح ننتقل لكم الحين عن اخبار حق الايفون 13 ما راح اتكلم كثير لكن اللايدار بتكون انا اتمنى يكون اللايدار حتى بدون البرو ليه عشان يدفون فيه اللايدار ويدفون فيه الاشياء الثانيه اللايدار الحين ثيرد جينيريشن ايش بيسوون في السكند جينيريشن قدام اتوقع ان اللايدار لو يدفون فيه افضل عشان يقدرون كولكت معلومات اكثر برضو حق النظار لان لا بس تقدر تخش وتشغله ويقول لك والله ما ادري والله شوف 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 اذا نزلوا جينيريشن ثاني اتوقع يحطوا الريدرات الارخص للي تحت البرو عشان بس اللهم مساعده في اللي الفوكس وهذول بس وسعر ارخص بعد زين عشان انا تعرف اللي تحت هذول عندك السعر لازم يقول لك 100% راح يكون 120 هيرت خلاص تولي هيرت زي البروموشن بس اذا ابل بتوصل 1 تيرا بتتوقع انه بيخلون ايش بيسوون في الكاميرا اذا وصلت 1 تيرا الحين يقول لك اللابتوبات الايفونات الجديده بيوصل 1 تيرا الستورج او الذاكره الداخليه بيرفعون اذا وصلت 1 تيرا بيرفعون اشياء بيوصلون 8 كي اذا وصلت 1 تيرا تفتح البلوتوث عشان ليش احول اغاني من النوكيا مالي واحطها اذا وصلت اذا وصلت ذا الشيء اتوقع ان ابل اذا وصلت ال1 تيرا هم ما راح تشوف ابل ما راح تفتح ذا الشيء بدون اي شيء 1 تيرا كانه بركل زياده بس ترى هي لحق ناس سوتها سامسونج وقفت سنة سوتها تقريبا اللي هي في ال 20 5G و20 بلس وكان صعب جدا اذكر بعد ما نزل كان ما تلقى تشوفها للبيت شوف هذه ال 1 تيرا دي اعرف انها بتفتح لك مجال ثاندر لكن نتكلم عنها شوي ال 1 تيرا هنا طيب في ناس الان يشترون 512 اغلب الناس ما يحتاج بس في ناس يشترون 512 في ناس يروحون انا اغلب ما بقول اغلبنا في ناس كثيرين يروحون عطني الاغلى ايفون اكبر حجم بحيان يقول لك اللون الفلاني بس خلاص يمشي المهم 512 ب 512 ليش احتاج 512 تحتاج صدق ما عنده الا في وشو تويتر انستغرام واتساب انا واحد من الشباب عنده 512 لانه 100 وشوي 200 من اذكره من 2013 او 14 كله واتساب واتساب ما حذف ولا شيء في الجهاز هذا اللي عنده المصايب جروبات الدنيا وكل شيء ما كان من يدخل من يدخل من احمر يدخل سناب يقول شيء يدي له الخاص يقول لها المهم تبغيني احكي ف ما يحذف احذف ابن الحلال ما في لاجي بيحول جوال يكلم احمد هذا ابي احول من يجلس اسبوعين وجالس يسوي له باك اب في الواتساب اوه المهم اسبوعين هذا ده عنده مصايب تسكر بيوت هذا شكله ف ذا الشخص اذا انتقال ال1 تيرا قبل ما تنزل 1 تيرا اعرف انه ممكن تنزل 8 كي السنه الجايه هو الدبل دي لازم يسوي فيه شيء عرفت شلون بس 8 كي هل تتوقع انه بينزلون بس 8 كي 8 كي مو ب 8K 60 8K أدوبي 8K HDR لا أدوبي لازم ذي
تمام شلون بس لازم يعني تصير ستاندر هذا موجوده ما راح تشيلونه بس يمكن يخلون حق الفوركي والادوبي هناك قدام لان حرفيا الفايده الوحيده اللي عندنا من الايت كي اول شيء لازم يصير اضاءه خطيره لازم تصير اضاءه شوف ممتازه شوف في اشياء كثيره ترجع معانا بس شوف اذا نزلوا هنا الايت كي واذا تكلمت عن الادوبي انزل معاك في خبر ثاني انك بيكون يخلون الرام 8 قبل ما راح تنقز كذا بسرعه اعرف انه في شيء يتطلب في الايفون 8 ترى صعب في الايفون اي لا, لا 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 8 8 ممتاز عندنا احنا 8 في الايفون ايش بيساوي 8 اصلا يعني جهاز محترم عندنا لو توصلها اي لو توصلها 8 هذا بالاخبار اعرف انه في شيء قوي بتحطه يعني يستدعي 8 في الاي او اس اذا وصلت لو طبعا كلها اخبار ذي مش 100% انا حتى الان عامة مثل ما قلت انت ناضج عندنا السوق فما ما نشوف الا وش نوتش اصغر الكاميرا الاماميه كم احنا تصور 8K 60 اي 8K الكاميرا الاماميه 4K 60 4K 60 12 HDR و12 دايناميك رينج وكل شيء HDR دايناميك خلفيين هذا كلهم عدلين يعني الشيء الوحيد اللي اشوفه انا غير النوتش اصغر 120 و120 هرتز شلته كواد ممتاز يعني ترفعه بس ما يهمني هذا اللي ما اتوقع مستحيل ترفعه فوق الكواد حاليا اللي هي 120 عشان البطاريه شو ترفع ما به الحين 2.5 اكس تلفوتو اللي هي 2.5 ممكن ترفع على 5 10 المهم هذه الاشياء الحين بس هذا اللي اشوفه دقيقه انت اربط لي اذا انت تعرف الحق الارقام والتغنيات وتعرف حق أبل كثير في الأرقام إيه أنت وأي شخص يسمع وان تيرا الحضرون الوان تيرا أبل لا جد تحطه لازم تحطه حق شيء مفهوم الوان تيرا بنرفع أشياء في الجهاز اللي مستدعي وان تيرا الثمانية رام أعرف إنه في شيء جديد بينزل في الجهاز شوف لا ثمانية رام خلاك كمل الحين وصلت لك هالشيئين دي صح وقلت لك الشيئين ديلي وتكلمنا عنهم نجي لحق إنه مثلا الاي او اس 15 اللي قدام ما راح يدعم ال 6S الاشياء ذي لقط 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 مثلا الاشياء اللي جابها عرف ان في يعني 6S من اخر جهاز كانت ابل لا كانت ابل كانت منافسه او مو منافسه كانت مع اللي هي عندنا في الـ في الـ في الـ في الاندرويد كانت معانا احنا في الاندرويد كانت صح شوي 11 فيب مع 6S بس مع 7 وفوق خلاص ابل انت تعرف اللي يقول لك بيج ليب فورورد يعني نقزه كبيره قدام كانت من 7 وفوق خلاص ابل نقزه من تتكلم عن الاي او اس عن هي الشيب نفسه القوه الاي كم في ال 7 كم وشو اي ايش الشيب شريحه اي 10 يمكن تقريبا اي من ال 7 من 7 وفوق كله كان اقوى من الـ الاندرويد بقوه كانت قفزه قويه جدا يعني كان قوي جدا الشيبات حتى على يومها فاذا بتوقف ال 6 اس مو بتوقف في ابل الا اعرف ان الجهاز ما راح يتحمل ايه فايش بيصير في الاي او اس 15 معك القفزات دي اللي بتسويها كلها اتوقع يزيدون الويدجتس والشغلات والكستمايزيشن ويدجتس على ايفون 6S ما ادري كيف حطتهم فيه ما ادري المهم وبرضو اخبار تقول لك ان واحد من الشباب لازم يحول الحين عنده 6S في اخبار تقول لك ان ما يقدر مو بلازم يحول عند ابل مو بلازم تحول عن السكيورتي ابل حتى لو ان جهازك قديم صار في اختراع تنزل لك سوفتوير تنزل لك 3G وليلي نزلت قبل سنتين نزلت حق الفورس فورس عادي 3G أنا أتكلم 3G لازم تركب الكمبيوتر يمكن بس ليش العادي الفورس وينك وين موقف على تنزل على iOS 12 لا 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 في كان يعرف واحد صديق الحين عنده فورس المهم ف في بتنزل لك ديزاين في الاي او اس في الايفون 13 برضو شيء جديد اسمه سوفت باتري ديزاين انه بتسوي مثلا عشان ما يقدرون يسوون هذي لازم يدفعون حق مايكروسوفت سوفت اوكي عشان تحفظ مساحه في الجهاز بس ما بعرفين طبعا ذا المسرب لا جو قال الكلمه قال ماجيكو لا قال الكلمه
لا لا جاب العيد ترى فخر كبير. ما بس هو اقدر اقول من من من, من النسب العالية من النسب العالية، بس بنجي كو جاب العيد اللون الأخيرة. المهم هذه الأشياء أتوقع أن كل شيء، وأنا بنطول أكثر، لكن أذكره تقريبا هو قام يقول أن أبل سنة سنين بتحط شاشة 4K بتحطها مثلا. شوف في فرق أن تدرس، في فرق أن بتحطها الحين. يعني ايه. مشكلة التسريبات اللي الحين تطلع بعضهم أبل بتنزلهم السنة الجاية صح، بعضهم بعد سنتين ثلاث سنوات. أبل مو بتقدر تشتغل على كل شيء الآن. عرفت شلون؟ لا لا من جي، لا لا من جيكو، لا لا من جيكو عدل ال يونيفرس ذاك الثاني شو اسمه؟ أسترو يونيفرس ما أدري. أنا حتى أشوف لوف تو دريم ذاك. المهم الآن في أشياء نرجع حق آر بس ما نبي نكمل. في أشياء عالية لازم تحطها الشركة قدام. وصلنا آر، إيش بتسوين في الجهاز أنت؟ لا تضرب السوني يعني تجيب لي ام كي بي اتش دي يقول لك 4 ايام جلس الجهاز ما شحنته، مش استفدت الحين في 4 ايام مالتك. انا نزل الجهاز 4 كيكه، يلا 4 كيكه 4 جيجا 4 جيجا 4 4K. اوكي خلاص ليش ما ابي انا جهازي خلاص حط لي ميزات جديده، يلا حط 4K الان نوصل مرحله يلا حط. انا حرفيا أربع أيام هذه تقريبا هذا ميزة بتأكيد ميزة بس أربع أيام من اللي عايش أربع أيام بدون كهرب. ايه. أنا ما أعرف فلو يومين خلها يوم خلني أطلع. لا شوف إذا بيخلونها يوم يعني يوم يوم أعرف إن القوة لا 18 ساعة. لا لا إذا بيخلونها يوم يعني يوم 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 يعني ماكسيموم كل شيء يوم يمشي أوكي. معين مكسم نظام يوم كامل جلس ألعب جيمز شغل الحين يعني 11-18 ساعة شايف في القدام ماش بيسوون. المهم في الأشياء دي في المستقبل 100% الفوركي بينزل جو ساعة جوالي الساعتي 100% الفوركي بينزل. المهم على الرست مود شغال نخلص من الشيء الحين نكمل معكم بعدين فما نبي نطول كثير. لازم آر محس التقنيات لازم نسوي فيديو عن ويندوز كيف راح يكون معه. لازم تشوفوا جهات في الأسبوع ما بنزل رايف ستريم الحين إحنا نشوف مجرب نشوف بس شوفوهم أنتم خلصوا بس ما مسلم. لا لا نتكلم أسألك أنا إذا شفتوا ده يمكن بنزل رايف ستريم في سوني. أوكي ففي نهاية الفيديو تنسون اشتراك في القناة واشتراك في حسابي في سناب شات شرف ضبطكم وعمل لايك المقطع ونشر المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني ولا تنسونا من فاضل دعاكم بالجمع ولا تنسون التعليقات للحلقة الجاية. أي شيء تكلمنا عن انسوه تعليقات التعليقات عن أي شيء تكلمنا عن مش لازم وصل عندكم سؤال حق أهم شيء ركزوا على الشغلات اللي تكلمنا عنها أحسن لأن يقدرون يسألونكهم على الخاص ويسألون يسألون الخاص يسألونك على السناب مش يدخلونك على السناب تم كثار يسألونك هذا ولي بس أهم شيء إن اللي تكلمنا عنه في البودكاست أوكي. جاوب عن السنة الجاية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.